طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم جميعا في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الجمعة 22 مايو 2020، ويشرفنا اليوم أن يكون معنا الدكتور نسرين حيدر حامد علي في موضوع Breaking Bad News، موضوع قد يهم الأطباء فقط لكن بهم المجتمع ككل، كمدخل لموضوع الكوميونيكيشن سكيلز اللي هي حاجه عندنا فيها ضعف واضح. يعني احنا اساسا الجامعات بنعاني جدا في انه الطلاب عندهم ضعف الكوميونيكيشن، سوق العمل بيعاني مشكله بتاع الكوميونيكيشن، والبحث العلمي بيعاني مشكله كوميونيكيشن، ان احنا عندنا ناس كتير عاملين بحوث وما ناشرينها والى اخره. فالموضوع برودر اكبر من انه بس والله موضوع بتاع باد نيوز خاصة بالأطباء ولا في الميديكال براكتس. فيشرفني جدا انه الأستاذة الدكتورة نسرين، وهي محاضرة وأخصائية طب أسرة، إن شاء الله تكون معنا في الفترة دي. أي زول داخل الجلسة هنا عنده أسئلة ممكن يستخدم خاصية رفع اليد في زوم ولا استخدموا خاصية الشات. الجلسة مسجلة وهتكون مبثوثة في لحظة ما عبر مجموعة الباحثين السودانيين. شكرا جزيلا دكتور نسرين، شرفتينا الليله، تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لك يا استاذ انور، جزاكم الله خيرا، وشكرا للمجموعه بتاع الدار ومجموعه الباحثين السودانيين. يسعدني وشرفني اكون معاكم الليله في السيشن بتاع بريكنج باد نيوز وكوفيد 19 از ان اكزامبل. اوكي، بسم الله هنبدا السيشن بتاعنا. If you have any questions please you are more than welcome. طيب، so our objectives الليلة إن شاء الله إنه by the end of this session as a doctor or as a health worker or as anyone who is working in our society will be able to realize the importance of breaking bad news in family practice, to learn the different approaches of breaking bad news, the bad news that عندها different approaches, and be committed to improving your skills. طبعا breaking bad news is a skill. كويس، and by the end of this session I hope that I can deliver something that will help you to improve your skills in breaking bad news to the patients. So, the first question يا جماعة before starting breaking bad news, لازم نعرف what is the bad news. Okay, so what is bad news? طبعا يا جماعة ال bad news دي بتختلف من person to another، بتعتمد لنا على receiver. يعني أنا ال bad news حقتي ما حتكون زي ال bad news حقت زميلي، ما حتكون زي الباد نيوز لاي زول، فهي بتعتمد على الريسيفر اوف ذا باد نيوز. اوكي، سو بالنسبه لنا يا جماعه الباد نيوز ذات عباره عن اني انفورميشن، اي معلومه ادفيرسلي اند سيريسلي افكت الفيوتشر بتاع البني ادم. اي حاجه ممكن تاثر لنا في المستقبل بتاع البني ادم ان باد واي، دي بالنسبه لنا باد نيوز. تمام، اذا باد نيوز and this definition is according to Bookman. He's a lecturer in John Hopkins University. Okay, so this is another يعني definition. Okay, yeah, it's the same more or less. Bad news is any information that changes the person's view of his future in a negative way. And mainly بقول لك it is associated with terminal illness. Terminal illness اللي هي شنو؟ الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة. طيب، بس بالنسبه للعيانين ما ضروري يكون تيرمينال انس، يعني ما ضروري يكون يعني لا سمح الله سرطان، ولا ما ضروري يكون اي حاجه يعني مثلا اتش اي في. اوكي، ممكن يكون ابسط حاجه الكرونيك انس العادي ده، يعني زي الدايبيتس. تمام، يعني اكزامبل للباد نيوز دايبيتس. يعني هنا في السودان لما تقول لعيان ان انت عندك سكري this is a huge bad news. ليه؟ لأنه السكري ده مرض منتشر شديد هنا في السودان، وأغلب العيانين أو أغلب الناس بتكون عارفة المضاعفات حقته، عارفة الكومبليكيشنز بتاعت السكري. يعني أول حاجة بتجي في راس العيان إنه لما تقول له إن أنت عندك سكري، يعني أول حاجة حتجي في راسه إنه حيعمى كويس، أصابعينه ممكن تتقطع كويس. سو بالنسبة له دايما السكري بالنسبة للسودانيين وممكن يكون للعرب أو للعامة، يعني للعامة إذا باد نيوز. تمام؟ طيب، other example for للباد نيوز ذاتها، لو انت قلت للعيان انه اتش اي في بوزيتيف
another bad news لما يكون العيان عنده لمب لمب اللي هي أي نوع من أنواع الورم كويس والورم ده شخص كسرطان دي برضو طبعاً huge bad news. Other bad news لما تيجي تقول لي يعني I think this is very sad لما تيجي تقول لي couple يعني زوج وزوجته إنهم they cannot have children. This is also a very devastating bad news لل couple bad news للأسرة كلها. Okay. طيب هسه طبعاً يعني نحن حالياً بنعاني من الباندميك الجائحة COVID-19. So one of the bad news is هنا في السودان في العالم أجمع الكوفيد. Okay. So إن شاء الله نحن حنشرح method of breaking bad news in general. حندي example على الحاجة اللي حصل لنا هسه اللي هي COVID-19. Okay. طيب الجول حقنا إنه to help the patient and the family to understand the condition. يعني ما بس العيان، العيان وأسرته يعرفوا إنه الحاصل شنو. وأهم حاجة يا جماعة support. يعني العيان لازم ياخد منك support. تمام؟ دعم نفسي، دعم معنوي. And minimize. يعني إحنا لازم نقلل شنو؟ الدستريس. نقلل الغضب، نقلل الزعل، نقلل الدستريس. Okay. And prolongation of the denial. اللي هو شنو؟ denial اللي هو النكران. يعني دائما العيان لما تديه باد نيوز واحد من الحاسيس اللي بتجيه هو انه النكران كلامك ما صح الفحص ده ما تمام انا حمشي حته ثانيه انا حسافر مصر انا حمشي الاردن اوكي فنحن يعني هدفنا نحن ك هيلث وركرز انه تو مينيمايز الديستريس اند برولونج اور برولونج الدينايل. طيب طب بالنسبه لكم يعني انتم كاطباء او كهيلث وركرز ليه الباد نيوز از سو ديفيكلت؟ واي از بريكنج باد نيوز از ديفيكلت؟ ليه؟ فور مي بيرسونالي اند فور موست اوف ذا بيبل ات از ان بليزنت تاسك. ما حاجه جميله انك انت تقعد العيان وتقول له خبر سيء، يعني ما حاجه لطيفه نهائيا. يعني سو ات از فيري ديفيكلت للطبيب انه يقدم الباد نيوز دي. حاجه طبيعيه نحن كبني ادمين وكبشر انه ما يعني ما بنحب نقول الخبر الشين. يعني بالذات هنا في السودان لما يكون في أي خبر بتاع وفاة، خبر بتاع مرض، وكده الناس بتتفادى. امشي خلوه ادوه فلان الفلاني، لا شيل التلفون اديه لزول، يعني ما بكونوا عايزين to deliver the bad news. Okay. So it is an unpleasant task. الحاجة الثانية يا جماعة the fear of uncertainty. يعني أنا كطبيب أو كhealth worker ما حكون ما عارفة كل الانسرز. أنا خايفة إنه الزول اللي قدامي ده يسألني أسئلة أنا ما حقدر أجاوبه. So this is fear. يعني أنا بالنسبة لي أنا أكون ما متأكدة دي ما حاجة جميلة يعني. So fear ده مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. طيب الحاجة الثانية بنكون خايفين من الpatient والfamily reaction. ده طبعاً هسه أنتوا عارفين الحاصل والترند الحاصل. إحنا الفير بتاع الreaction ده بالنسبة لنا fear جد يعني. بنخاف إنه العيان ده whatever نحن ما عارفين هيحصل شنو. يعني الدقة ما معروف. تمام؟ طيب سو نحن عندنا مشكله انه uncertainty of how to deal with an intense emotional reaction. تمام. طيب الفير اوف بليم، ممكن عادي العيان يلومك، يعني انت حتكون خايف انه العيان ده يجي يلومك. اند ودي المشكله عندنا هسه حاليا lack of formal training. يعني احنا يعني نحن ما كنا we are not يعني انا before entering يعني master of the family medicine I did not know إنه في topic اسمه breaking bad news أساساً. وما عندي ما أخذت أي training في الجامعة وما أخذت أي training في الفترة بتاعت الامتياز أو الخدمة وما شفت بعيني زول بيعمل breaking bad news. تمام؟ so نحن كلنا بنعاني من المشكلة بتاعت lack of formal training. عندنا مشكلة تانية مهمة جداً، المشكلة بتاعت الزمن. يعني كونك أنت تجيب العيان وتقعد معاه وتشيل من زمنك، يعني نحن معروف انه ما عندنا ناس بيساعدونا، ما في نيرسز، ما في بتاع، فانت اللود بيكون عليك عظيم جدا. ما حيكون عندك زمن انك ترتب للسيشن بتاعت بريكنج باد نيوز. اوكي سو وي هاف ا تايم بروبلم اولسو. اخر حاجه يا جماعه الايموشنال فاكتور. يعني انت لما تكون العيان ده انت متابعه وبتعرفه وبتعرف اسرته، يعني حيكون عليك صعب جدا. يعني ده ايموشنال فاكتور، حيكون فيري ديفيكولت، فيري ديفيكولت انك انت شنو ديليفر الباد نيوز، لانك انت اتاشت للعيان. طيب سو ذيس از واي، دي العوامل اللي بتخلي لنا نحن كدكتورز اند هيلث بروفيشنالز انه البريكنج باد نيوز از فيري ديفيكولت. طيب
العيان داير مننا شنو احنا كناس deliverers we deliver ال bad news. طيب suppose that I'm expecting to hear bad news from you. يعني انت تخيل انه انا داير اديك bad news. What do I want to know about my condition? انا بكون داير اعرف شنو. يعني انت تخيل نفسك انك انت لا سمح الله عيان ودايرين يدوك الباد نيوز. انت حتكون داير شنو من الدكتور اللي قدامك. ودي الحاجه مهمه شديده يا جماعه في الكوميونيكيشن سكيلز، انك انت تو بوت يور سيلف ان ذا بيشنتس شو. يعني انت تحط نفسك في محل العيان اللي قدامك ده. يا ريت اي طبيب اي طبيب اي هيلث وركر يا جماعه يحط نفسه محل الزول اللي قدامه ده، او يعني يشوف الزول اللي قدامه ده كوالده او كوالدته او كاخوه الصغير او اخته. طيب سو انت خد نفسك محل العيان ده، حتكون داير تعرف شنو. طيب العيان بيكون عايز يعرف التشخيص بتاعه الدايجنوزيس، داير يعرف خطة العلاج التريتمنت اوبشنز، اند داير يعرف انه طيب انا هعمل شنو. اوكي دي الحاجات اللي احنا اكسبكتنج العيان انه هو داير يعرفها. But no, there is an important, more important than انه نعرف الدايجنوزيس ولا يعرف انه عنده شنو ولا هيحصل له شنو. اهم حاجة العيان محتاج انه يتكلم، محتاج انه يفضفض كويس، محتاج انه تشو فيلينجز، محتاج انه يظهر مشاعره. يعني في الاخر انت لما تقول لي زول عنده كانسر لا سمح الله، عنده مشكله، هي نيدز تايم تو شنو تو اكسبرس هيز فيلينجز. بليز يا جماعه ريسبكت الحته دي، احنا عندنا فيها مشكله كبيره يا جماعه. احترموا مشاعر الزول، مشاعر العيان اللي قاعد قدامك ده، احترموا مشاعره كويس. هو ده يبكي، ما يعني ده يبكي، ده هو بني ادم ونحن بني ادمين وكلنا ممكن نتخطى في موقف زي ده لا سمح الله. سو بليز بليز ريسبكت اند جيف هيم تايم. اهم حاجه تدي زمن انه شنو تو شو هيز فيلينجز. طيب العيان داير منك انت شنو كطبيب او كهيلث وركر او كاي زول في القطاع الصحي او غيره، داير منك شنو. طيب محتاج منك مور انفورميشن منك انت كطبيب، داير منك معلومات، دار منك كير كويس، دار منك كير، دي اهم حاجه. طيب دار منك كونفيدنس، انك انت تكون واثق من الكلام اللي انت قاعد تقوله. عايز منك الهوب، الهوب اللي هو شنو الامل، عايز منك انك انت تدي امل. ولكن يا جماعه اهم حاجه يو هاف تو جيف رياليستيك هوب، يعني الامل بتاعك اللي حتدي له ما يكون حاجه شنو بعيده المنال. يعني ما زال مثلا يكون في اخر ستيج بتاع لون كانسر وتقول له لا 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 انت حتعيش 20 سنه. اوكي جيف هيم هوب بط رياليستيك هوب. اوكي طيب ان يو نيد تو شو سم سيمباثي اند امباثي، يعني اظهار العاطفه ده ما حاجه عيب ولا حاجه حرام كويس. يعني لازم تظهر حبه عاطفه ليه الزول اللي قاعد قدامك ده، زي ما قلت لك خدته ان الزول اللي قدامك ده جزء من اسرتك. اوكي جزء من اسرتك، بارت اوف يور فاميلي. طيب في حاجات مهمه شديده يا جماعه، عندنا فاكتورز ماي افكت ذا بيرسبشن اوف ذا نيوز. يعني شنو؟ يعني احنا عندنا عوامل معينه حتاثر لنا على الدليفري اوف ذا نيوز. عندنا بيشنت فاكتور وعندنا دكتور فاكتور، سوري ديزيز فاكتور. طيب البيشنت فاكتور بيهمنا شنو؟ لازم نعرف ناخذ خلفيه عن العيان اللي انت عايز تدي النيوز دي كويس. لازم تعرف الباك جراوند حقه، الريليجن، طبعا الريليجن مهم شديد تمام. ديموغرافيك داتا، الديموغرافيك داتا يعني شنو؟ انه عمره كم، الليفل اوف اديوكيشن بتاعه، ساكن وين كويس، الانكم حقه كيف تمام. الايج مهم شديد طبعا، يعني انت whenever you want to deliver bad news لعيان عمره 20 سنه ما زي لما تدي bad news لعيان عمره 80 سنه، فرق واضح. عشان كده انت لازم تراجع الحاجات دي before delivery of the bad news. يعني telling a patient that you have cancer at the age of 20 is not like telling a patient that you have cancer at the age of 80 تمام؟ اوكي؟ طيب عندنا حاجة تانية اسمها psychosocial issues. Psychosocial issues تمام؟ طيب psychosocial issues زي شنو؟ زي simple acute appendicitis. يعني مثلا عايز تقول للعيان حاجة بسيطة جدا انه العيان ده عنده زايدة دودية. الزايدة طبعا حاجة بسيطة جدا وعمليتها بتاخد أكثر من 20 to half an hour. اوكي 20 minutes to half an hour. لكن تخيل انك انت العيان اللي حتقول له الكلام ده ريسبته في نفس اليوم تمام؟ سو يا جماعة في حاجة اسمها سايكوسوشيال، يعني انت ممكن ترمي الخبر أي ما كان
ما لم تعرف الباك جراوند بتاع العيان اللي قاعد قدامك ده. حبه تونس كده قدامه بريف هيستوري تاخده من العيان كفيل انه شنو يحل لك مشاكل كثيره. تمام؟ So simple acute appendicitis ممكن تكون very bad news if it came within the inappropriate time. Okay? طيب نحن هسه اتكلمنا عن شنو؟ اتكلمنا عن حاجة اسمها ال patient factor. نجي لل disease factor. طيب في ال disease factor عندنا مثلا ال hypertension as an example. تمام؟ طيب ال hypertension is mostly asymptomatic but a killer disease. يعني شنو؟ مريض ضغط الدم ما بكون عند أعراض لكن بيقول لك انه هو مرض. لا 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 عين مرضك ده مرض قاتل ما تاخذ الدواء وحتطلع تموت. كويس؟ بيكون انت يا مرض عليكم حاجه زي دي. انا لو عايزه اكلم العيان انه ياخذ دواء هو ممكن اقول له بطريقه ظريفه جدا جدا. كويس؟ ممكن اقول له انه ده مرض حميد ومرض ظريف انت لو اخذت دواك امورك بتبقى طيبه. اوكي؟ فيا جماعة الطريقة بتاعت الديليفري بتختلف من بني آدم ليه؟ الثاني. طيب يا جماعة مثلا زول عنده فيرتايجو اللي هو شنو؟ الدوخة أو لفة الراس. العيان طبعا حيكون شايف إنه هو راسه لافي قاعد راسه لافي واقف راسه لافي كويس راسه لافي سو البروكسيمال بوزيشن الفيرتايجو ده ممكن يكون ديزاستر بالنسبة للعيان. لكن أنت لو قلت ليه وريته إنه الحاجة دي حاجة بسيطة جدا وبتتعالج بطريقة بسيطة ما في أي مشكلة. أوكي؟ طيب نجي للـ possible reaction للـ bad news. طبعا انت لما تجي تقول للعيان bad news لازم تتقبل الـ reaction اللي حيجيك وتكون عارف what reaction ممكن يجيك. اوكي؟ لا سمح الله ممكن العيان يصدم. اوكي؟ possible shock. anger ممكن العيان تجيه لحظة بتاعت غضب. denial اللي هو النكران ينكر المرض حقه. fear الخوف. sense of loss يحس انه هو ضايع. الحاجات التانية زي شنو؟ زي القلق الستريس جريف جريف اللي هو شنو الحزن الشديد. sometimes في ناس بيحسوا بالجلط بيحس بالذنب انه هو عيان يعني خلاص. so there are different possible reaction. ممكن لا سمح الله if the news was delivered so bad بطريقه سيئه جدا it could lead to لا سمح الله suicide اللي هو شنو الانتحار. اوكي okay? طيب في حاجه مهمه شديده يا جماعه عايز اقولها لكم very important thing. Remember, communicating bad news well to the patient is not an optional skill. ما حاجة optional يا جماعة. It is very essential. حاجة مهمة شديد. Essential part of the professional practice. So personally, I believe that an essential skills in our social life, and it is very important in شنو dealing with the families and the relatives. طيب. So this is a picture that can show you how delivering the bad news could be fatal. يعني العيان ده هسه زي ما شايفين في الصورة عنده lung cancer. قام قال له انت ما بس عندك lung cancer كمان الليفر بتاعك والبون بتاعك والحاجات دي كلها وصل لها مرض. زي ما شايفين العيان شنو واقع على الأرض للأسف. طيب تعبت ولا نواصل؟ طيب عندنا methods of delivering the bad news. تمام الباد نيوز دي ذاتها يا جماعه في ناس كبار كده في جامعات كثيره جدا قاعدوا فيها فتره طويله وشكلوا ليها شنو جايد لاينز خلاص عندها ميثودز معينه. عندنا حاجه اسمها الاي بي سي دي ميثود اند حاجه اسمها سبايكس ميثود. تمام ودي كلها نيمونكس اور ابريفيشن خلاص. حاليا نتكلم عن واحده من الميثودز اوف ديليفرينج الباد نيوز للعيان. تمام اوكي عندنا موديولز كتيرة جدا يا جماعة للبريكنج باد نيوز لكن احنا هنركز على الـ ABCD method by Rabo and McPhee. تمام طيب الـ spikes دي حسب الحروف بتاعتها S for setting up P for perception E for invitation K for knowledge E for emotions and S for strategy and summary. تمام طيب الـ A B C D E دي اللي هنركز عليها نحن وهنجي نتكلم عليها واحدة واحدة إن شاء الله عشان نعرف how to deliver the bad news in a professional way. خلاص؟ يعني لما يجي زول يسألك كده أنت تكون قاعد دكتور كده ولا هيلث بروفيشنال بكل ثقة قول له I am following الـ A B C D method. تمام؟ ما زول حيقدر يفتح خشمه معاك، ما زول حيقدر يتكلم معاك، أنت زول واثق من نفسك وعارف إنك أنت بتعمل شنو.
تمام؟ اوكي. So A is for advanced preparation. B, building a relationship. C, for communicating well. دي هم حاجة. D, dealing with the patient and family reaction. And E, encouraging and validating the emotion. تمام؟ هنجي نتكلم عن واحدة واحدة كده. هنتكلم عنها. يعني ما حقول لكم باختصار لكن حنديكم شنو؟ الزيت زي ما بقوله. طيب نجي للأدفانسد بريبريشن. طيب أدفانسد بريبريشن ده بالنسبة لك أنت كطبيب أوكي هيلث وركر ده بريبريشن لنفسك. إنك أنت كدكتور تجهز نفسك أنت في الأول قبل ما شنو؟ قبل ما تدليفر الباد نيوز للعيانين. أوكي؟ طيب أهم حاجة لما تجي ترتب نفسك لازم تعمل ريفيو لشنو؟ للبيشن داتا. الباك جراوند زي ما قلنا قبل مهمة شديد جدا تعرف الباك جراوند حق العيان. تشوف الكلينيكال داتا حقته، تفتح الفايل بتاعه وتقرا عن المرض حقه وتعرف الحاصل شنو. تمام؟ وتكون مجهز نفسك انك انت شنو؟ العبارات اللي انت عايز تستعملها. Prepare phrases of words and avoid الحاجة اللي انت عايز تستعملها والحاجة اللي انت ما عايز تستعملها. في حاجة اسمها rehearse mentally. Rehearse mentally يعني شنو؟ يعني انت كل فترة والتانية تحاول انك انت تراجع الكلام اللي انت عايز تقوله ببال ما تقوله. والأهم من انك rehearse الكلام to prepare yourself emotionally. يعني انت كده نفسيا كده تجهز نفسك انك انت you are going to شنو to break the bad news. اوكي okay؟ ممكن تاخذ لك نوتة صغيرة كده وتكتب فيها الكلام حقك you have to write some agendas. طيب كده خلصنا من شنو يا جماعة؟ خلصنا من الA. نحن مش قلنا عبارة عن A, B, C, D, and E. اوكي okay؟ So كده خلصنا من الـ advanced preparation. نجي لنمبر B, building an environment. B is شنو؟ Building an environment. طيب أهم حاجة لازم تخصص زمن للعيان ده. لازم مشغول ما مشغول لازم إن شاء الله يعني تقطع عليك نص ساعة من البريك حقك يعني نص ساعة من وقت الإفطار حقك نص ساعة من زمنك. أوكي لازم تخصص adequate time with no interruption يعني شنو؟ ما يكون في أي مقاطعة لما تيجي تدليفر الباد نيوز ده ضروري ما يكون في أي نوع من أنواع المقاطعة. طيب البرايفسي ما يكون الباب فاتح وكل من هب ودب داخل ومارق نو لازم يكون في برايفسي خلاص. اذا انت قاعد في العياده بتاعتك او قاعد او انت كهيلث وركر قاعد لك في حته معينه طيب اهم حاجه تقفل لنا الباب تقفل لنا الموبايل لو انت بتستعمل الجهاز بتاع البيجر او البيب ده تقفله تماما اوكي ولا تحط الحاجات في شنو في سايلنت. انت الليله دي قاعد بس قصاد عيانك ده تو ديليفر الباد نيوز تمام. طيب اهم حاجه ما يكون في شنو اذا انت قاعد في حته اوت بيشنت يعني انت قاعد المريض ده مرقد في عنبر ولا في عنايه ولا واتس ايفر ما يكون العيانين ماشيين وداخلين الاستاف داخل ومارق لازم يكون في حبه برايفسي على الاقل ان شاء الله تزح الستاره قدام العيان وتكون قاعد قصاده وتقعد اهم حاجه شنو في البيت سايد يعني شنو تشوف لك كرسي صغيروني كده ولا كنبه ولا حاجه تقعد جانب العيان. طيب اهم حاجه لما تيجي تقعد قدام العيان طيب والحاجه دي يا جماعه زي ما قلت لكم راجعوها دكاتره كبار يعني الكلام ده الناس يعني حاجه شنو ايفيدنس بيز اند اتس ا جايد لاين تقعد جنب العيان اهم حاجه تو انترودوس يور سيلف انا دكتوره نسرين جاي عشان اتكلم معاك الليله please take his permission خلاص لازم تستاذن العيان قبل ما تديه باد نيوز يمكن يكون هسه هو نفسيا ما مستعد انه يتلقى اي حاجه يمكن نعسان اي حاجه introduce yourself استاذن من العيان قول له انا عايزه اديك باد نيوز take a brief history يعني شويه كده برضه شنو اتاكد انه يعني اها طيب انت فلان الفلاني انت كان جيتني في العيادة الفترة اللي فاتت كنت بتشكي مثلا من صداع من آلام في الظهر كنت بتشكي من ضيق نفس طيب طيب اتأكد تماما انه طيب يا فلان وده كله نحن بنعمله تهيئة للعيان يعني انت لازم تهيئ العيان انه في باد نيوز جاية نحن دارين نهيئه اوكي هتقوله طيب انا عندي معاك الفحوصات بتاعت الجهاز حاليا انت عندك فكرة عن الفحص ده عندك اي فكره عن او اي خلفيه عن الحاجه اللي عندك دي يزول وراك حاجه او انت نفسك براك كده مش فتحت جوجل ولا بتاع عندك فكره عن الحاجه اللي عندك دي طيب الحاجه الثانيه
ليه بتعرف قدر شنو من مرضك ده؟ يعني انت حابة انا اوريك اي حاجة ولا حابة تسمع حاجة بسيطة؟ يلا الحاجة دي مهمة جدا. لشنو كده العيان حيبدأ يفكر الله في حاجة الدكتور ده ما له بيسأل فيني كتير كده، ودي الحاجة ان احنا دارين نصليها، ان احنا دارين نهيئ العيان انه في باد نيوز جاية. طيب طيب لو العيان قال لك مثلا I most likely have مثلا HIV، زول كان مثلا متعدد العلاقات، زول كان بتعاطى مثلا ولا اي حاجه بياخد ابر ولا كده، بيكون فاهم انه مثلا احتمال يكون عنده HIV احتمال. سو قال لك I most likely have HIV، الحاجه دي طبعا شنو ممكن تسهل عليك شنو انك تبريك الباد نيوز كده. تمام. طيب اهم حاجه يا جماعه before breaking the bad news، before breaking the bad news make sure انه الديتيلز بتاعت اللاب ريزلت از كوريكت. تمام. انك انت الحاجه شايله في يدك دي، ده الفحص بتاع فلان الفلاني، اوكي كوريكت والماتش البيشنت ايدنتيتي، النيم تتاكد من الاسم، تتاكد لنا من التاريخ، تتاكد لنا انه التست ده ذاته العين شالها منه، دي كان عين شالها منه من وين، اوكي تمام. طيب وانا اذكر قصه كانت في حته تتاكد من النيم دي، في يعني حاجه دي انا كنت يمكن حضراها يعني شخصيا في اول سنه بتاعت امتياز قبل ما اقول لكم كم سنه. طيب فلما كنت في الامتياز كان في واحده من المستشفيات الحكوميه المشهوره كده، فكنا في العياده بتاعت النساء والتوليد، جاتنا بنت صغيرونه كده حالات الدنيا عليها بتشكي من مغص شديد ويبدو ان عندها التهابات، كويس الالتهابات العادية اللي بتمسك السيدات دي. فللأسف للأسف جابت لاب ريزلت كويس، واللاب ريزلت دي الدكتور مسك الورقة بالطريقة دي، اوه مبروك انت حامل، ولا اتأكد انه اللاب ريزلت دي حقت الزول اللي قدامه دي، ولا عرف البيت صغيرة شي از نوت ماريد، البيت ما متزوجة، وللأسف للأسف هي تول هير انها حامل. انتوا قادرين تتخيلوا البيت كانت بتكورك بطريقه هستيريه، والدتها كانت بتضرب فيها بطريقه يعني أسوأ، وتقريبا يعني نحن تاني ما شفنا البيت دي، يعني الله العليم يعني احنا لما الدكتور اكتشف انه اللاب ريزلت دي ما حقتها، هو كان اوريدي شالوها، ما معروف البيت دي هسه هل هي شيز الايف، البيت دي على قيد الحياه، البيت دي قتلوها، البيت دي هل انتحرت. سو يا جماعه بليز بليز عليكم الله عليكم الله ميك شور بس الايدنتيتي، اقرا الاسم اوكي، ميك شور ذات ذيس ريزلت ماتشز ذا بيشنت ايدنتيتي نيم ديت اند وات از ذا تيست از اباوت، اوكي ذيس از فيري امبورتنت. طيب يا شباب، طيب احنا اتكلمنا عن الاي اللي هي الادفانس بريبريشن، اتكلمنا عن البي تو بيلد ثيرابيوتيك انفايرمنت، هسه نجي للسي. احنا طبعا بنمشي على الاي بي سي دي ان اي. طيب في السي عندنا الكوميونيكيشن، دي حاجه مهمه شديد جدا يا جماعه، كوميونيكيت ويل. طيب في البريكنج باد نيوز زي ما قلنا احنا بنهيئ العيان للباد نيوز، فحنقول له شنو؟ للاسف للاسف لازم العباره بتاعت الورنينج دي اسمها وورنينج، وورنينج فريز كويس، عباره التحذير. طيب سوري اي هاف باد نيوز، عديل كده خلاص ما فيها لف ولا دوران، احنا هنقول لك بالعربي للاسف عكس ما كنا مأملين ومتوقعين، نحن لقينا ان انت عندك الحاجه الفلانيه. اوكي يو هاف تو بوز، بوز يعني شنو؟ ترمي تقول الباد نيوز تقعد كيب سايلنت فور ا وايل، ليه؟ عشان تدي العيان فرصه انه تكسبرس هيز فيلينجز. اوكي so you have to give the patient time to react للحاجه اللي هو سمعها دي. طيب وبعد ذاك نحن زي ما قلنا الرياكشن ممكن يكون قبل تكلمنا انه في certain reactions ممكن تجي. تمام؟ طيب بعد ما اديت العيان فرصته انه بكى ضايق وبتاع، بليز يا جماعه شو يعني انت لما تيجي تقول الكلام ده بليز say it in a very nice tone، تقولها بطريقه او بنبره طيبه. كويس قولها ما تكون بتقولها انت ضاحك ولا انت يعني كده، لازم يكون في مشاعر بتاعت سيمباثي بتاعت عطف يعني تجاه العيان اللي قدامك ده.
So you have to explain the condition frankly بكل وضوح but compassionately. يعني شنو؟ بكل وضوح ولكن بمنتهى العطف. تمام؟ بكل وضوح ولكن بمنتهى العطف. طيب. Answer questions. بعد ذلك أدي عيان فرصة إنه شنو؟ يسألك. أي حاجة دارس عليك please جاوب بكل صدر رحب. خلاص؟ لما العيان طبعا start crying وكده احنا هنتكلم انه how انت as a doctor you are going to react towards reaction بتاع العيان. طيب تمام. اذا حسيت انه العيان اللي قدامك ده بتكلم لهجة تانية ما بتكلم لان احنا طبعا في بلد متعدد اللهجات متعدد الاعراق يعني ممكن يجيك اي زول باي لهجة من اي حتة من بقاع زي ما بقوله ربع سودان الحديد ده ويكون عندك مشكلة بتاعت language barrier يعني انت تقول قدامك ده ما قادر يفهم كلامك ضروري جدا من الحياة اللي انت بتجهز فيها في advanced preparation تجيب لك زول to translate شرط الزول ده ما يكون قريب الزول اللي قدامك ده خالص خالص ما تجيب زول من الفاميلي ممبرز عشان يترجم لك خالص ممنوع جدا 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 احتمال كبير جدا انه الزول اللي قدامك ده مراعاة لمشاعر قريبه ما يقول الكلام صح او الأسوأ من كده الرياكشن بتاعه يكون أسوأ من العيان ذاته فيا ريت ما تجيب زول من اهله تجيب زول مختلف تماما زول لكن يكون شنو تريند وبيعرف شنو يترجم كويس طيب نحن لسه في الحته بتاعت الكوميونيكيشن زي ما قلت لك اتكلم بالراحه كده لو تون يعني ما تكورك في العيان اتكلم بتون ظريفه جدا وكل ما انت اتكلمت بتون هادئه العيان اللي قدامك ده شنو تخفف الانكزايتي بتاعته او القلق بتاعه اسأله من فكرته شنو عن المرض الايس اللي هي الايديا كونسيرن اند اكسبكتيشن كويس اسأله من فكرته شنو اسأل انه هو يعني بليز جيف هيم تايم تو توك وشوف انه هو عايز يعرف قدر شنو وحاول جاوب على كل اسئلته زي ما قلت لكم اند افويد الميديكال ترمينولوجي يعني ما تقول له والله يعني للاسف لقينا انه عندك هوتشكنز لينفوما ده شنو الكلام ده زول ده قرطون لاي ولا بقول فشنو شنو هوتشكنز ده شنو لينفوما ده شنو الكلام الغريب ده يعني ما حيكلفك حاجة لو قلت له يعني انت مصاب بسرطان في الغدد الليمفاوية ما صعب ما تقعد يعني زي ما نقوله يتفلسف بالكلب بالميديكال ترمينولوجي عليكم والله تكلموا ببساطة شديدة زي ما قلت لكم عانوا لزول اللي قدامكم ده انه part of your family ودائما الناس اللي بيجوك في العيادة ديل بيكونوا دائما ناس حلوين كده اهلنا السودانيين الظراف الحنان ديل يعني كل ما تتكلم معهم بحاجه بسيطه وبطريقه ما مش يجي يقول عليكم مفترين وبتفتروا فينا وبتاع خليكم ناس كده لذيذين وحنان اوكي ودي المحرزه فيكم زي ما بقولوا and then consider زي ما قلت لكم قبل السايكوسوشيال ايشوز طيب دي يا جماعه يعني حاجات ثانيه في الكوميونيكيشن listen to your patient اسمع العيان ما تقاطعه ادي فرصه انه يتكلم ادي فرصه to express his feelings طيب بعد ما انت عملت الباد نيوز وسألك جاوبته اي حاجة please check the understanding ديو سمري عن الكلام اللي قلته ده وcheck the understanding بتاعه احتمال كبير يكون شنو من الخلع بهزلك في راسه كده اوكي he could be شنو nodding his head لكن he's not understanding انت عادي يكون شنو من الخلعة من نقطة عيونه بيعملك في راسه كده وهو ما فاهم انت بتشرح لي في المرض بتاعه هو ما فاهم So please اتأكد انه الزول ده فهم كلامك كله، اعرف انه عنده شنو، اعرف مرضه شنو، تمام؟ وما في مشكلة لو مثلا سألك سؤال انت كطبيب ولا كهيلث وركر ما عارف الإجابة بتاعته، عادي قول له خلاص أنا هسه حاليا أنا ما متملك المعلومة، لكن مثلا أنا ممكن أتواصل معك بالتليفون، ممكن تجيني في أوقات راحتك، لو الزول أنت عندك معرفة شخصية به ممكن تمشي له في البيت، تمام؟ فإنك أنت شنو تديليفر الإنفورميشن إن A good way and to answer all his queries and his questions or her questions. Okay? طيب. طيب نحن كده خلصنا من A, B, C وجايين ل D. A, advanced preparation. B, building therapeutic environment. C, communicate well. نجي لل D. خسارة ما حقدر أسألكم. بس لو كنتوا قاعدين قدامي كان سألتكم وشفتكم مركزين معايا ولا لا حفظتوا الاي بي سي ولا ما حفظتوها طيب نجي للدي دي ديلينج وذ ذا بيشنت اند فاميلي رياكشن دي قبل قلت لكم احنا هنجي للحته بتاعت انك هاو تو ديل انت كيف هتتصرف مع البيشنت والفاميلي رياكشن
كنكورك والبكول بتاع انت هتعمل شنو. طيب بكل بساطة الدنيا لو البيشن بكى وفر تيشو اديه صندوق مناديل. ما تتخيل الحاجة دي يعني على الرغم من انها هي حاجة بسيطة لكن ما تتخيلوا الاثر بتاعها على العيان كيف. سيمبل اوفر تيشو اديه قزازة بتاعت موية حسسه انك انت يو كير. والحاجة من قبلك حال انا قلت لكم من البداية بتاعت المحاضرة دي انه هم دايرين يحسوا انه someone is caring about them. اوكي والحاجة دي مهمة شديد بعدين لما نجي نجيب الاكزامبل بتاع الكوفيد 19 الكير ده مهم شديد تمام. طيب زي ما قلت لكم ادوا العيان فرصته تماما انه تكسبرس الايموشنز بتاعته لكن الشرط بتاعك شنو انه ما يكون عنده دينجر على روحه ولا على الناس الثانيين. يعني انت اديه فرصه انه عبر عن مشاعره لكن لو بدا مثلا يشيل الكراسي ويضرب وكده وبتاع نو في الوقت ده وحيكون خطر على نفسه وخطر على الناس الثانيين. احنا كده في اللحظات دي حنبدا شنو نتدخل ونحاول انه نهديه تمام. طيب ما تتجادل معه شديد يعني شنو يعني قال لك انت ما صح وكلامكم ده ما صح وقال لا معليش معليش كلام معليش للاسف يعني الكلام ده صح. يقول لك معاملكم ما سمحوا بتاع والله للاسف انا الحاجه دي اتاكدت منها يعني لو الحاجه دي انا ما متاكد منها ما كنت جيت وريت فيها. طيب don't criticize the colleagues يعني لما نقول لك والله معملكم ده زباله قول لها والله زباله ما صح الكلام ده يا جماعه. في الاخر you have to respect the colleagues لا المعمل ما زباله والله ابدا والله معملنا كويس ودول زملائنا ونحن متاكدين منهم متاكدين من شغلهم تمام. So please don't argue or criticize your colleagues. تأكد تماما انه لو البيشن ده قاعد يدمع ولا بكى ولا يعني he showed any type of anxiety دي نورمال حاجه طبيعيه جدا. ما انت ما قلت له ان انت حتمشي ديزني لاند قلت له ان انت مصاب بمرض المعين ده يعني ف definitely he's supposed to show some feelings. طيب اهم حاجه لما العيان يبدا يبكي وكده use a touch if appropriate. يعني شنو touch if appropriate يعني لو القلب بتاع اهلنا السودانيين ده تمام. طبعا يعني من خط البارير بتاع البارير الديني والبارير الحاجات دي بنخطها قدامنا. طيب لكن شنو لازم نتاكد انه الزول اللي قدامنا ده يعني اذا فيميل تو فيميل اتس اوكي في اذا ميل يو وانت تو هاج يور كوليج يو وانت تو هاج يور بيشنت اتس اوكي لكن بليز التاتش از امبورتنت. يعني انا لما امسك مثلا يد الحاجه اللي قدامي بتبكي ولا انا امشي اقوم اجليده دي ما تتخيل الحاجه دي شنو ممكن تخفف على العيان قدر شنو ممكن تخطك انت في مكانه غير زي ما نقوله بالنسبه للعيان اللي قدامك. طيب كده خلصنا من شنو خلصنا من A B C and D حفظتهم ولا ما حفظتهم. طيب نيجي لل E encourage validate the emotions. اوكي زي ما قلت لكم قبل يا جماعه offer realistic hope يعني ما تدي امل غير حقيقي. يعني تقول لهم المرض ده واحدة من أقدار الله عز وجل وبإذن الله أنت لو اتبعت الإرشادات الصحيحة المرض ده ممكن شنو تتعافى منه لو اتبعت الإرشادات بتاعت الطبيب كويس. إذا patient is in stage 1 is okay. لو patient ده وصل مرحلة بتاعت stage 4 and stage 5 please don't offer unrealistic hope. يعني ما تقول له أنت ماشي تموت لكن at the same time ما تقول له أنت you're going to live your life. تقول له ما في حاجة بعيدة عن ربنا وعمره المرض عمره المرض ما قتل له زوج تمام. If he was afraid of الحته بتاعت الموت لكن please avoid it. يعني انك ما تتكلم عن الدث او الموت في لما تكون breaking the bad news لان اصلا الموضوع صعب شويه. طيب لازم تعمل له plan for referral خلاص. If العيان ده لازم تعمل plan for referral تمام. بعد ما عملت له referral ما تقطع علاقتك بالعيان. Ask how are you okay what was done for you كويس. لازم كل فتره والتانيه تشيل نمره التليفون وتسال منه حاجه بسيطه جدا لكن شنو حتسعد العيان شديد. طيب كده يا جماعه انتهينا من ال A B C D and E اوكي مديول فور بريكنج باد نيوز تمام. وطبعا يا جماعه المديول ده ثابت لكل الباد نيوز. اي باد نيوز نحن حنستعمل المديول ده. اي نيوز اوكي نون نيوز از جود نيوز تمام.
This is our module. وإن شاء الله بإذن الله يعني تكون استفدتوا من الحتة دي. هناخد example عن الكوفيد 19. وزي ما قلت لكم يا جماعة البريكنج باد نيوز ده حاجة ثابتة, الميثود بتاعته ثابتة جدا لكل النيوزز. اوكي سو في الكوفيد 19 هنمسكه كويس. طيب اهم حاجة بالنسبة لنا الفاميلي سبورت في الكوفيد 19 بيشنت. اوكي طيب المشكلة بتاعت الناس الكوفيد 19 شنو مشكلتهم؟ شنو المشكلة الكبيرة الأولى؟ إنه الناس هنا مفتكرين إنه الكوفيد ده سيجما. يعني شنو؟ يعني عار, وصمة عار. يقول لك أنت عندك كوفيد 19 زي كأنك قلت له أنت عندك سيشوال ترانسميتد ديزيز, يعني بالنسبة له وصمة بتاعت عار. So whenever you want to break the bad news لازم تفهم العيان. نحن هنتبع نفس الميثود بتاعتنا بتاعت الـ A B C D and E خلاص بنفس الطريقة وريتكم ليها تمام, لكن هنركز في انه نطلع العيان من الحته بتاعت انه مرض عيب ولا وصمه بتاعت عار, وانه احنا هنكون شنو معاهم. طيب الحاجه الثانيه اللي بخافوا منها هذه لما تقول لهم انت عندك كوفيد 19 طوال بتذكر شنو العزل. والعزل بالنسبه لهم دي حاجه ديزاسترس, يعني هسه الناس بيجوا بيقصوا المرض عشان خايفين من العزل. نحن لازم نطلعه من الحته بتاعت انه انت يعني ما معناه انك انت تعزلت معناه انك انت حتكون خارج الكره الارضيه تمام. فانت whenever you are breaking the bad news بتاع الكوفيد 19 طبعا حتكون اخف جدا من to break the bad news ل HIV or cancer but still it's a bad news. طيب الفاميلي سبورت. طيب if the patient has family or loved ones whom they are isolated from, طيب انت عايز الزول ده جاته اعراض بتاع الكورونا ومش عازل نفسه في حته بعيده من اسرته وانت عايز توريه انه وهو طبعا التست بيجي بعد زمن اوكي هيكون الزول عازل نفسه انتل ما الفحوصات تجيه. طيب whenever you want to break the bad news للعيان ده اتاكد اذا انه اهله هيكونوا معاه في اللحظه دي, هيكونوا معاه كيف وهو معزول. طيب نحن الحمد لله رب العالمين في عصر التكنولوجيا هسه ما شاء الله نحن بنقار زومينج وكده. حتقولي يمكن ما يكون عندنا الامكانيه انه نخش في زوم ميتنج ولا حاجه مع الفاميلي ممبرز, ممكن اقول لك انه ممكن عادي ما في زول هسه ما عنده واتساب, ما عنده واتساب, عندنا الواتساب ده عند اي زول في اي تليفون خلاص. حاول اعمل لك مكالمه ظريفه جدا تخلي كل الفاميلي ممبرز يكونوا قاعدين معه في اللحظات دي تمام. If the patient want his family members around him عشان العيان ما يحس انه براه خلاص, ما يحس انه براه. طيب so you can set up for a family conference to discuss the situation and deliver the news. طيب اهم حاجه انك انت شنو المرض بتاع الكوفيد 19 دي الحاجه المهمه فيه هو انه ما بس العيان المفروض يكون اوير بالحاجات المفترض انها تتعامل, لازم يكون كل الفاميلي ممبرز والناس المخالطين له ديل عارفين هم هيعملوا شنو تمام. عشان كده الكونفرنس ميتنج از امبورتنت. ستيل لازم تاخذ الاذن بتاع العيان, يمكن العيان ما داير زول من اسرته ولا من اهله يكون معاه, خلاص احنا ريسبكت الحاجه دي هنديه الباد نيوز حقته بالطريقه اللي احنا عارفينها هسه كويس براه. بعد ذاك ممكن شنو تعمل تمشي تتكلم مع الاسره الثانيه براه, ما في مشكله الحاجه بس اللي عايز العيان whatever he or she want. طيب resources عندنا مشكله في الحته دي. طيب انت لما تيجي تخش المكالمه او الكونفرزيشن او انك انت you want to deliver the bad news لبيشنت عنده كوفيد 19 you have to be equipped بكل الريسورسز available in the area. يعني العيان قاعد في تضرب تليفوناتك تعمل تليفوناتك من بدري تعرف وين المركز مثلا اذا العيان حيتعزل في مركز بتاع عزل لازم تكون عارف يعني ما حيكون معزول في بيته او في حته ثانيه, لازم تعمل تليفوناتك وتكون عارف انه العيان ده هيمشي وين. ما تجي تدي الباد نيوز وتختفي. نو انت whenever you are breaking bad news لازم توري العيان exactly انه هيعمل شنو. مو دي الاسئله هيسالك ليها؟ طيب انا هسه هسوي شنو؟ انا همشي وين؟ ما تقول له والله المراكز مقفله وخلاص مليان والله ما عارف كده نشوف ناس الوبائيات. نو لا ما في حاجه اسمها ما عارف نشوف ناس الوبائيات. انت whenever if you decided to break the bad news لازم تكون ملم بكل التفاصيل.
تتصل على ناس الوبائيات، تتصل على المراكز، تشوف المركز الفاضي the available center المستعد انه يستقبل عيانك ده. خلاص ما تقوم تدي الباد نيوز وتختفي نو no. وتخلي العيانين والكوبيشن تجاروا يفتشوا لهم على حاجه ويضربوا وديل ما يردوا لهم. انت لما تكون جاي للعيان تجيه جاهز. Please يا جماعه do it for the sake of your patient تمام and his family member. So please do your homework and determine which hospital program are available in your area. خلاص لو في الاريا بتاعته ما available تفتش الاريا around. Okay? So which ones are functioning during this COVID-19 pandemic and how to connect a patient. خلاص تكون خدت ارقام التلفونات هتقولوا هسه حاليا مثلا احنا بعد ما انت اديته الخبر بالميثودز اللي احنا اتبعناها انك انت هسه حاليا احنا حنوديك الحته الفلانيه هناك انت حتتلقى العلاج الفلاني تمام. بليز برضه حاول وريه. طبعا احنا العلاج بتاع الكوفيد 19 بقى شنو معروف يعني في المراكز حتى سبقوا ينشروه يعني في السوشيال ميديا حتى الناس اللي ما عندهم علاقه بالهيلث سيستم بيكونوا عارفين هيعملوا شنو هيدوا العيان شنو فيتامين سي زنك فيتامين دي الكلوروكوين الازيثروميسين الكلام ده كله بقى شنو بقى الناس عارفينه. طيب الحاجه الثانيه لو ماشي تعزل في بيته بليز برضو يعني لازم تجهز العيان توريه حياخد شنو حيعمل شنو حيتعرض للشمس ما حيتعرض للشمس حاكله براه وتعقيم الحاجات دي كلها. طيب ف be clear and direct يعني دائما زي ما قلنا قبل انك انت whenever you're delivering an information you have to be clear and direct and check ensure that the patient is aware you are not abandoning him. Abandoning يعني شنو؟ انت ما حتقوم شنو تو اباندن يعني تخلي عيانك وتجري. لازم كل دقيقه والثانيه توريه انك انا ما حخليك باذن الله انا حكون متابع معاك باذن الله ما في اي مشكله انت بس ما تقلق تمام. نحن عندنا يعني I made some words يعني زي ما بقولوا to offer the words دي يعني اول كلمات المعينه دي لمريض الكورونا عشان يحس انه he is not abandoned. اوكي طيب هنقول له انه الكورونا ده عباره عن فيروس زيه زي اي فيروس في الدنيا فيروس عادي جدا جدا تمام. المشكله بتاعته بس سرعه الانتشار لكن غير كده هو عباره عن فيروس زيه زي اي فيروس اخر. لو تعاملت معه بصوره صحيحه واتبعت الارشادات الصحيحه هتحاول هتواجه المرض بكل سهوله ويسر ان شاء الله. اوكي طيب الحاجه الاولى هتوريها للعيان. الحاجة الثانية إنه لازم تبتعد لنا عن الخوف والتنشنة. خلاص تبتعد لنا عن الخوف والتنشنة وتتقبل لنا المرض بتاع الكورونا ده بيروح طيبة. اوكي خلاص إنه يعني المرض ده قدر من أقدار الله ولازم تتقبله لنا بشنو بيروح طيبة إن شاء الله. أكد إنه الكورونا دي لا عيب لا وصمة ضعار عبارة عن فيروس ظهر بالقطو ولا بخلي زي ما بقولوا زول صغير لا بخلي كبير لا بخلي امير لا بخلي وزير لا بخلي غفير. اي زول ممكن يكون مصاب بمرض الكورونا وممكن اي زول يتصاب تمام. فاهم حاجه تتاكد انه الشفاء بيد الله تعالى. انت تتبع الارشادات والشفاء بيد الله تعالى باذن واحد احد. انت لو اتبعت الارشادات باذن الله ما تجيك اي مشكله ما تجيك اي عواجه تمام. This is a realistic hope. الحاجه انا قلتها للعيان دي is a realistic hope. انا ما قلت له حاجه ما صح تمام. طيب لازم تدعم نفسك بنفسك كويس وتكون قدوه لاولادك وقدوه لغيرك انك انت شلون تتغلب على المرض ده باذن الله حنغلب عليهم لو اتبعنا الارشادات الصحيحه. طيب اتاكد تماما انك انت ما معناها لو عزلت نفسك انك انت حتكون بعيد منها كويس. اهلك واصحابك ونحن كاطباء لك وكناس قاعدين معاك ما حنفوتك نهائيا كويس وما حتكون براك نهائيا. اتاكد من الحته دي. العزل ده بس عباره عن شنو؟ عباره عن مكافحه للعدوى كويس مكافحه للعدوى. احنا كلنا حنكون شنو داعمينك تماما حنكون متواصلين معاك بكل الشبكات بتاعت التواصل الاجتماعي حنكون معاك طوال. وهسه الحمد لله التكنولوجيا ما خلت حاجه للبلد تمام ما خلت حاجه للعيانين. طيب لو انت معزول في البيت
وأهلك خدتك في غرفة لحالك وبدوا يعقموا لك الحاجات ويدوك أكلك براك وكده، ما تتحسس من الحتة دي. ما معناها إن أنت زول ما نظيف، ما معناها أنت زول ما وسخ، إنك أنت زول وسخان، لا سمح الله أبداً. العفو، إحنا ما قصدنا أي حاجة، الفكرة كلها نحن بنكافح في العدوى، ما دارين ناس بيتك التانين شنو، أو ناس أسرتك أو ناس حلتك تصابوا بنفس المرض. تمام؟ أوكي. طيب يا جماعة، لازم نكسر الحاجز بتاع العدوى بالحتة دي. طيب بعد ذاك حنقعد نديهم information about الحاجات المفروض ياخدها. العلاجات البلدية بليز يا جماعة خلوا بالكم منها. شايفة للناس اللي عماد دي القرض القرض القرض، يا it's okay والله حاجة كويسة جدا، نزل استعمل العلاجات البلدية وأثبتت نجاحها، لكن القرض فيه نسبة تعسمية عالية جدا. so please يا جماعة تكلموا عيانينكم إنه القرض ده يستعملوه بكمية بسيطة جدا، تمام، ما ياخدوه بكمية كبيرة ويصابوا بأمراض تانية لا سمح الله. تمام. طيب يا جماعة كده تقريبا نحن يعني we ended the session of the breaking bad news. إن شاء الله يا رب العالمين أكون يعني أفدتكم يعني واستفدتوا من الحاجة دي. إن شاء الله المحاضرة will be available at any time. كويس، إن شاء الله التسجيل بتاع المحاضرة حيكون مع دكتور أنور. I have a brief home message for you. حاجة جميلة جدا قال روبرت بوكمان، ده ذات العمل عمل الموديولز بتاعت breaking bad news. قال لك if we do this bad news، يعني news دي ذاتها يا جماعة، if we do it badly the patients or family members may never forgive us but if you do it well they will never forget us. يعني الفرق بيناتهم شنو يا جماعة، انه لو انت قلت الكلام ده بطريقة سليمة وبطريقة جميلة ما حينسوك، لكن لو قلتها بطريقة سيئة ما حيسامحوك. تمام، شكرا جزيلا. انا بس بحب دارة I want to acknowledge DAR for research capacity building and consultancies. The NIS Research Initiative. I want to thank أستاذ أنور دفع الله، دكتور ضحى، دكتور محمد الغامدي، دكتور بختين العمر، ميس مدام ثريا الزين، all family members and friends. Thank you so much. شكرا جزيلا دكتور نسرين على البرزنتيشن الرائع جدا في Breaking Bad News COVID-19 as an example. صراحة البرزنتيشن ممتاز جدا، طبعا أنا ما طبيب، لكن لو كنت طبيب كنت مهم جدا الواحد يعرف الكلام ده، لأنه في مشكلة بتاعت communication، والواضح أنه الناس انتقلت من المرحلة بتاعت اللغة الverbal ولا body language للغة الphysical، لأنه الناس بتستخدم يدينا وبتضرب وبالبتاع ده تحل المشاكل. الواضح أنه في مشكلة بتاعت lack of empathy، وفي مشكلة بتاعت lack of communication skills and training. أنا صراحة من البرزنتيشن بتاعتك من أول الحاجات اللي خلتني أليرت إنك أنت أصلاً ما في زول دربك على الكلام ده، يعني حاجة you had to يعني زي ما قلت improvise وتجتهدي بنفسك على أساس إنك تكتسبيها كمهارة، رغم إنه البراكتس بتاعك يتطلب إنه تكوني عارفة كيف تكومنيكيت المسجز. تاني حاجة الاستخدام بتاع الهاي ريجستر في اللانجوج، انا اخذت كورس بتاع ميديكال انتربريتيشن، وفيه انه المهمه بتاعت المترجم الطبي انه والله يا اخي يشيل اللغه العاليه بتاعت الاطباء الجارجونز اللي ما بيفهموها، وما هي خاصه ما قاصره على الاطباء، احنا في كمبيوتر ساينس عندنا جارجونز كثيره ممكن الناس يتكلموا جنبك تكون انت ما فاهمه اي حاجه، فمفترض انه تبسط اللغه على اساس انها تصل للمريض بغض النظر عن كان المريض ده والله يا زول متعلم ولا زول في المجال ولا كده، على اساس انه والله هم في اللحظه دي في يعني this is one of the most vulnerable يعني moments بتكون في حياتهم. الواضح انه برضه ما في accountability، يعني انت برضه قلتي انه البيت الصغيرونه الميس دايجنوز بانها حامل، دي ما عارفين يعني ما في tracking system لانه نعرف كيف to overcome المشكله اللي عملناها نحن، والله we broke bad news لكن الكونسيكونسز بتاعتها ما عندنا عليها، واعتقد انه في ناس كتار جدا بيفلتوا من الاكاونتابيلتي في الحته دي، خصوصا الناس مثلا بتوعنا التخدير في المشاكل بتاع التخدير في العمليات وكده. فده موضوع صراحه مهم جدا جدا، يعني نحييك جدا على انك فتحتيه، ونشكر طبعا مجموعه دار على انها بتقترح لنا دائما سبيكرز مميزين زيكم. هنفتح المجال لانه الناس الداخل من هنا، في دكتور اشواق رافع يده، رجاء لو في زول عنده مداخله يقدم يرفع يده طوالي.
دكتورة شوال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة شكرا كثير دكتور أنوار على for hosting this يعني interesting presentation, وشكرا كثير يا دكتورة نسرين, حقيقة كانت enjoyable presentation. وأنا أحب أعرفك بروحي في الأول. أنا أشواك عبد الرحيم, أنا صيدلانية ولكن طبعا بحكم يعني اشتغلنا في أماكن كثيرة, منها طبعا الكوميونيتي فارماسيز ومنها وزارة الصحة والتأمين الصحي. فأنا أؤيدك تماما. عندنا واحدة من المشاكل الكبيرة جدا في السودان اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز, وممكن نفس المشكلة تطرح بأسلوبين مختلفتين تماما ونلقى أوتكم مختلف تماما. أنا عندي حقيقة سؤالين حقولهم ليكي, هما لما كنا بنتكلم عن الكوميونيكيشن سكيلز دائما بيطرحوها علينا الناس, ودائما هي فيها جزء انه احنا حتى واجهنا اثناء العمل. الحاجه الاولى اللود اوف ذا ورك, بمعنى بانه انا يمكن عايزه ادي مريضي دخل علي الصيدليه ودايره اديه الزمن حقه, بيكون في مشكله بالنسبه للزمن ليه هو شخصيا, وبتكون في مشكله اللود, يعني بيكونوا منتظرين انك لو دخلت صيدليات الزحمه جدا او المستشفيات الزحمه جدا بتلقي بالفعل بانه المرضى المنتظرين برا والضغط, وما في. وكمان مشكلتنا في السودان مستشفياتنا ومراكزنا الصحيه وايفن الصيدليات ما فيها برايفسي اريا, كيف ممكن الناس توفركم واحده من المشاكل دي. في مشكلة تانية هي ظاهرة في السطح, بمعنى في البريكنج للباد نيوز أنا زي ما أنت قلتي لازم بلطف الأمور بأنه أنا بدي الحل أتابع المريض, زي مريض الكوفيد مثلا هيمشي وين بعد ده, محتاج أكسجين, محتاج آي سي يو, وإنت بتحاول وتحاول وتحاول مرات لكن في حاجة لها علاقة بالسيستم unfortunately تلقى. ومرات هو دي اللي بتعمل مشكلة بأنه الكوبيشن أنه هو بيلقى غضبه كله حق السيستم وحق اللاك اوف ريسورسز ومشاكلنا كلنا عارفينها وما عايزين نتكلم عنها, بيخطوا في الطبيب الأمامه. فيعني بطريق, فسؤالي ليكي ممكن كيف برضه هو عن طريق الكوميونيكيشن سكيلز كيف الناس تقدر تأوفر كم مشاكل زي دي. شكرا جزيلا يا دكتورة نسرين. شكرا لك يا دكتورة أشواق, مرحب بك جدا, يعني thank you so much for your nice words. طيب عندنا طبعا مشكلة كبيرة جدا بتاعت سيستم زي ما انت قلت. طيب إجابة على, ممكن نبدأ بالسؤال الثاني وبعدين نمشي على السؤال الأول. انت تكلمت عن المتابعة كويس, تكلمت عن السيستم, تكلمت عن انه زي ما انا فهمت من سؤالك انه هتتابع العيان كيف لقدام, ولا كان ده سؤالك, ولا الكوميونيكيشن سكيلز انه كيف انك انت العيان ما يصيب غضبه عليك بتاع السيستم. طيب طبعا احنا واحده من بنسميها سوفت ميديسن في الكوميونيكيشن سكيلز غير البريكنج باد نيوز, عندنا حاجه اسمها هاو تو ديل وذ انجري بيشنتس. ممكن ان شاء الله باذن الله ممكن اللي قدامنا نعمل لنا سيشن للحاجه دي, هاو تو ديل مع زول الانجري اللي قدامك ده. في طريقه معينه طبعا يا دكتوره اشواق بتتعاملي بقى مع زول الغضبان. عارف انا المشكله بتاعت الانجري بيشنت ما بس في السودان, يعني بالمناسبه الانجري بيشنتس دي اول اوفر ذا وورلد. صح احنا السيستم بتاعنا تعبان والانجري بيشنتس حقنا ممكن يكونوا اكتر تمام, لكن في موديول معين زي الموديولز بتاعت البريكنج باد نيوز انه هاو تو ديل وذ انجري بيشنت, كويس كيف تمتص الغضب بتاع زول اللي قدامك ده. وفي جمله واحده بتقولها للعيان, بتقول له هو باللغه الانجليزيه اي اندرستاند ذات يو ار انجري هسه, يعني انا عارف انك انت هسه زعلان وغضبان جدا جدا كويس, لكن خليني انا اشوف المشكله وين وانا هعالجها لك. الفكره كلها انك انت كيف تمتص الغضب اللي قدامك. يعني في الحاجه دي طبعا يعني دكتوره اشواق دايره ليها يعني غير التريننج دايره صبر عظيم, يعني انا شايفه انه الدكاتره والناس في الهيلث وركرز الشغالين هنا في السودان محتاجين يعني يكون عندهم الاليمنت بتاع الصبر, انك انت تصبر على الزول اللي قدامك ده سواء كان انجري سواء كان ديماندنج. يعني احنا عندنا الانجري بيشنت, عندنا الديماندنج بيشنت, الزول بيكون بيتطلب حاجات كثيره, عندنا حاجه اسمها دكتور شوبينج بيشنت, الزول بيتحول من دكتور لدكتور. يعني شو في, يعني في كميه من البيشنتس عنده بانماط مختلفه وبشخصيات مختلفه. سو كل زول طبعا سبحان الله عنده يعني الناس خدت له, يعني الناس دي سبحان الله اشتغل في الحاجه دي خدت له موديول معين تمام, انك هاو تو ديل مع الانجري بيشنت. بالنسبه للسيستم بتاعنا عندنا سيستم سيء جدا يعني, لكن يعني ان شاء الله مع استاذ انور ده يعني شوف لنا قصتي انه هاو تو تراك بيشنت وداتا معينه كده بحيث انه البيشنت يمشي من حته يعرف يروح ويمشي وين,
احنا ذاتا نقدر نصل لهم حتى لو كانوا زعلانين ومش خلوا الحته نقدر نجيبهم تاني ونتكلم معهم ونعتذر لهم كده. ففي بتدار عليها يعني شغل وسيستم معين. طيب اللود بتاع الورك دي مشكله عظيمه جدا. يعني احس انك بالك اتكلمت عن التايم كونسترين. يعني تتذكري في واحده من السلايدز اتكلمنا انه طيب واحده كان من السلايدز انه الاكزامبلز انه الحاجه اللي بتخلي العيان ايوه بتخلي ان الدكتور ذاته ما قادر بريك الباد نيوز او ما قادر يتعامل مع الزول اللي قدامه. التايم حاجه سيئه جدا التايم كونسترين. ليه نحن ما لا يعني تخصص زمن للعيان. طيب بالنسبه لكم يا شواك في الصيدليات يعني تكون عندكم حته صغيره كده تكون يعني عارفه الصيدليات تكون زحمه وكده وبتاع, لكن whenever you want to talk patient حاولي find the time. يعني عشان كده قبل قلت له يعني قلت ان شاء الله يكون time of your break. يعني تقول عيان معلش ممكن تديني وقت ثاني, طيب معلش ممكن اشيل رقم تليفونك if it is appropriate يعني ما يفهم غلط ولا كده عشان انا اتواصل معك واتكلم معك بطريقه اوضح بطريقه اجمل كويس. ف اللود يا اما تخلي زول مثلا يمسك محلك ولا كده مسافه ما انت بتتكلم مع العيان, ولا تشوف لك طريقه انك انت تشيل شويه من زمنك وتقعدي مع العيان. ف او التقسيمه بتاعت الدكاتره ذاتهم, يعني انت مثلا اذا بالنهار عدد البيشنتس عندكم اللي بيجوكم كثير يعني مثلا كنت تزيدوا عدد الصيادله بحيث انه شنو يقدروا يغطوا كل الناس اللي بيجوكم. ف you have to شنو to take part of your time انك انت شنو تتعامل بهم مع العيان. يعني نحن دائما التايم ده عندنا فيه مشكله لكن we have to شنو to overcome it. يا دكتور اشواق ان شاء الله اكون قدرت اجاوب على اسئلتك. والله انا طبعا برضو عندي زي اقولوا تيك اواي من المداخله بتاعت اشواق من وجهه نظر بتاعت ديزاين. احنا واحده من المشاكل الكبيره بتاعت الكواليتي الديجريجيشن في الكواليتي اللي حصل خلال ال 30 سنه اللي فاتت, وانه والله يا اخي الديزاين بتاع الهوسبيتالز والفارماسيز بقى هو نفسه ما اصلا ديزاين. يعني زول عمل عماره كده يشتروا العماره عملها مستشفى, دكان صغيروني كده قام عملوا ريهابيتيشن بسرعه وعملوه صيدليه. فبالتالي ما فيه كل الاسبيكتس بتاعت البرايفسي بتاعت البيشنت, وما فيه الاسبيكت بتاعت انه والله الطبيب ذاته ولا الصيدلاني يكون يرتاح ياخذ وقت راحته كده. فانا بتذكر حضرت لي تيد توك كان بيتكلم عن الديزاين من ناحيه ريليشن شيب بيلدينج. يعني الزول الاركيتكت ما المعماري ما بيتكلم عن نفسه انه والله يا اخي انا ده مهندس معماري بصمم بيوت, انما انا بعمل مساحه بتكون بتنشئ علاقات. وكان يعني انولوجي رائع جدا جدا. فاعتقد انه دي حاجه من الحاجات المحتاجين انه الناس يعني بعد الثوره والتغيير الكبير اللي احنا دايرينه انه الناس يتاكد من الكواليتي بتاعت الديزاين والابروبريتنس بتاعته مناسبه للحفاظ على خصوصيه المرضى وبريكنج الباد نيوز وحتى انجويينج الجود نيوز يعني بريزنت تايم مش كده. طيب في دكتوره عائشه المهدي الاحمدي. ايوه هذه دكتوره عائشه الاحمدي. بس احنا انا والدها وهي دكتوره عائشه والدكتوره زينب والدكتوره فاطمه الله يديمها. واقول انه بس يعني نشكركم ونشكر الدكتوره على محاضره قيمه ومهمه ومفيده جدا. احنا في الرياض في مجتمع في انفايرمنت مختلفه شوي في السعوديه, وهم بيشتغلوا في شركات خاصه. كان عايشه ماشيه امريكا في خلاص انضبطت هناك في ديترويت هي. لكن فاطمه كانت بتكلمني كثير عن موضوع بتاع بريكنج باد نيوز. كان عندنا امتحان تخصص في عائله الولاده فعنده مهم جدا. يعني كان في واحده من الستيشنز اللي امتحنوه فيها السنه اللي فاتت في الاسبوع بالسعوديه. فكانت المحاضرة احنا يعني كان معنا له بشغف وباهتمام شديد. انا مهندس اتصالات لكن انا وامه وكلهم قعدنا باهتمام شديد وكان فعلا مفيدة لنا كلنا. فشكرا كثير عليها وان شاء الله يستفيدوا منها في دفع تخصصهم يعني ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا باشمهندس. كلنا خرج مع الحميدة يعني عايش خارج من مأمون وزينب خارج مأمون خاصة خارج من الرباط. فيمكن كانوا تلاميذ للدكتورة. مرحبا بهم ويعني سعيده بهم جدا جدا. ربنا يحفظهم ويخليهم ليك ان شاء الله يا رب. اجتك محاضره قيمه قيمه جدا قيمه والله خالص وسهله للفهم. شكرا لكم يا اخي يعني دي حاجه سعيده جدا زي ما نقولوا اشلقتم صدورنا يعني. لا والله دكتور عزرين صراحه قلت لك الاسلوب بتاعي جزل وقبل سالتك لو عندكم كورس ولا حاجه بسيط كده للنون ميديكال سبيشاليست ممكن يزور يحضره.
جدا ان شاء الله الله نعمل لكم مخصوص ان شاء الله. معناها بكل كلمه يعني باهتمام شديد مفيده هذا وسلسه والواحد يتجاوب مع يكون معها دائما حاضر مع الامور. شكرا جزيلا. الله يديك العافيه. طيب في سلافه، سلافه عيد. السلام عليكم. أول حاجة بشكركم شكر جديد يعني جزيل الشكر على الدعوة للمحاضرة القيمة دي، وبشكر دكتورتنا نسرين حيدر الهاشمي رئيسة اللجنة الطبية في منظمة رحماء الغيث. أنا معاكم مهندسة سلافة عايد رئيسة المنظمة، وصراحة حابة إذا في إمكانية إنه المحاضرة مسجلة إنها تعمم، يعني نحن عندنا حتى بالنسبة لنا في العمل الطوعي بيكون عندنا باد نيوز، يعني بيكون يعني لابد بالنسبة لنا. صوت يا سلافة، شكله الاتصال من عندك شوية فيه سلافة سامعنا. يعني نحن مثلا سلافة من عندك ويقف مسافة اي بس بتدخل علي مكالمة بفصلة عشان كده. فعندنا واحدة الشخص مصر ان اتصل عليك يا باشمهندس. اي ما ذاك شاف الكرتون اللي هنا قال له والله انت اكتر زول مواعيدك مظبوطة، بتجي تعمل لي ازعاج بس وقت المكالمة. ها لا يخلي لا اضطر ترد على المكالمة عشان تقدر تواصل معنا. نعم. طيب لو عندك اي اسهاب في المداخلات الفاتت. والله كلهم بشكرهم جزيل الشكر، يعني انهم سمعوا المحاضرة، ويعني ان شاء الله يا رب يعني يقدروا يستفيدوا منها. بشكر الباشمهندس وبشكر باشمهندس سلافة. طبعا يعني الحاجة دي يا ريت انها هي تعمم فعلا، يعني وان شاء الله يا رب العالمين يعني يكون عندنا حاجات لقدام ثاني في حتة اي لا لا ان شاء الله. نحن زي ما نقول جنون ان شاء الله بنبدا معاكي سلسله في المواضيع بتاعت الكوميونيكيشن دي. ثاني في برضه النقطه الثانيه اللي كان اللي هي برضه ما اسهبنا فيها، القصه بتاعت الهيلث انفورميشن سيستمز، يعني انه من الادميشن بتاع البيشنت لحد ما مشى اللابوراتوري، الحاجات دي كلها المفروض تكون موجوده في داتابيز بما فيها الكونتاكت انفورميشن، على اساس انه لو في اي زول حصلت اي حاجه يكون الفولو اب. نعم. فاعتقد انه في كميه بتاعت اوبن سورس هيلث انفورماتكس وفي اي ار بي وكده، وفي زملائنا كتار شغالين في المجالات دي. ان شاء الله يعني نشوف انه الحاجه اللي ممكن تدعم هذا المعنى. لو بس عملوا مثلا فكرت انكم تعملوا الريكوردنج سيستم اللي هو الهيلث انفورميشن سيستم دي، دخلتوا الحته بتاعت الداتا ان يكون في فايل موحد لكل عيان، ان شاء الله تربطوها مع رقم وطني ولا مع حاجه على اساس انه شنو يعني يمشي اي مستشفى يكون عنده داتا، يعني يكون قادرين نصل للعيان ده محله وين. يا ريت يعني بكل اسف طبعا يعني بس لو للفساد المشروع ده كان في مشروع بتاع اي هيلث تبع المركز القومي للمعلومات اللي هو تابع لمجلس الوزراء، وكان فيه يعني باشمهندس جور كيبو جدا كان مسؤول منه، لكن من المشاريع اللي ماتت زي التيلي ميديسن وغيره من المشاريع الكبيره، الناس جاء عملت بروبوزلز وشالت فاندينج ولونز من دول ثانيه ومن شركات وبنوك وكده، وبكل اسف ما تنفذ منها حاجه. كل اسف يعني اي ناس اللي الناس دي لو بس احنا حاسبناهم على الاوبورتونيتي كوست والتايم فاليو اوف ماني الضاع من الشعب السوداني ده ممكن يخلوهم في السجون ليوم القيامه يعني. ف الله المستعان. في زينب عمر رابعه يدها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. شكرا دكتورة نسرين على المحاضرة الجميلة شديد وعلى الأسلوب الجدي يعني الراقي شديد والمعلومة البسيطة اللي ممكن تصل لأي زول. أنا دكتورة صيدلانية كلينيكال فارماسيست. يعني أنا بسمع في كلامك بس يعني الحاجة اللي عايز أعلق عليها يعني بتحس السودان بس بعيد شديد، يعني حاجات سهلة يعني ما صعبة ما مكلفة، لكن إحنا بعيدين شديد من إنها يعني تتعامل. فزول يعني ما عارف انه ممكن يساعد كيف او البلد دي يحصل فيها شنو، يعني ما عارفه يعني.
يعني زي أسر البيت اللي قلتي ماتت، يعني الأرواح ذاتها تحسي إنه ما يعني ما عارفة يعني الحاجات ما مضبوطة كويس، والنظام الصحي زي ما بقوله كيف لكن غايته شنو ما عارفة. لكن بس شكرا لك أنت يعني، لكن بجد الحاجات دي بعيدة شديد في عالمنا ده، وربنا يعني يسهل الحاجات إن شاء الله. وشكرا لك شديد، يديك العافية، ما قصرت. تسلم يا رب إن شاء الله. شكرا كثير دكتورة زينب، مرحب بك جدا يعني، بشكرك ذات إنك تابعتينا، كتر خيرك شديد. عارفة الله يخليك دكتورة زينب، انت عارفة انه الحاجات دي انت بتشوفها بعيدة، لكن هل بتتخيل انه الناس لو بدوا فيها الموضوع نهاية ما صعب؟ هو الموضوع كل... ما قلت لك كده انه الموضوع ده ما صعب، حاجة بسيطة شديد يعني، لكن هي ما بتحصل أساسا زي كلامك اللي بتقوليه، معلش مع احترامي لكل الأطباء، كل الأطباء يعني، لكن ما في طبيب ممكن بيقول اللي انت بتعمليه ده حاجة يعني ما جاء في بالي انه ممكن تطبق. انت ممكن تعمليه يعني، تحسي الحاجة شخصية يعني كالزول في الطبيب مثلا اخلاقه مش انه اخلاقه يعني انه طبعه او البيرسوناليتي بتاعته، فهو ممكن يكون ظريف مع البيشن، يراعي الاحاسيس وكده كده، فغير كده لا ما في يعني. يعني حتى هو اذا يعني مش انه قرا ولا قاري مثلا الكورس بتاعه وكده، لا يعني حسب الشخصيه بتاعتهم، تلقي دكتور ظريف يوصل المعلومه ظريفه، وثاني لا ما يعني بديك المعلومه وبيمشي بشوف الغيرك. فحسيت انه الموضوع ده يعني للبيرسون اكتر من انه كل الناس ممكن تعمله، التطبيق حقه شايفاه مصعب شديد يعني، ومش صعب لكن انه الناس اساسا ما استعمله او ما عارفه بالضبط المشكله شنو بالضبط، لكن حاجه بعيده شديد يعني. مش الدكاتره كتار مثلا يعني في كل الانواع، كل انواع الدكاتره، مع مثلا مع امي مع ابوي مع ناس البيت وكده. فيعني انا مثلا ممكن الدكتور الوحيد اللي لقاني انه مش الوحيد شديد يعني، لكن لحد ما الدكتور عمر عبود يعني هو ده الحاجة الطب شديد في كل الحاجات، بيعمل كل الحاجات اللي انت كنت بتقول عليها دي بالطريقة الصح بالطريقة كده، ربنا يديه الصحة والعافية يعني بطريقة بعيدة شديد. أما لكن التانين أي ما بقول إنهم سيئين أو كده، لكن الطريقة اللي انت بتقوليها بالـ A B C D حاجاتك بيها ما حصل لاقتني يعني، وإن شاء الله تتلقي يعني إن شاء الله. بإذن الله. أول حاجة يعني الله يعافيك دكتور عمر عبود، الصحة والعافية، هو من البايونيرز طبعا في الكلى وكده. طيب أنا أقول لك حاجة دكتورة زينب، الحاجة اللي أنا تكلمت عنها في المشاكل إنه ليه الناس ما بتدي البريكنج باد نيوز بالطريقة دي اللي هي اللاك اوف تريننج، يا زينب أو يا دكتورة زينب الناس ديل ما أخذوا الكلام ده بالطريقة دي. أنا شخصيا ما درسوني له إلا لما مشيت الدراسات العليا في الفاميلي ميديسن في جامعة محمد يوم يستيل، وبشكر دكتورة حنان طاهر وكل الدكاترة درسونا يعني كويس. يلا الناس ديل عندنا كورس يعني ما نوت بروتينج الجامعه، لكن امثله من الحاجات اللي احنا درسناها ان كان عندنا كورس بتاع كوميونيكيشن سكيلز، عندنا كورس يعني. انا قبل كده ما كنت عارفه، قلت لك انه في حاجه اسمها بريكنج باد نيوز، ما كنت عارفه انه الحاجات دي اصلا اكزيست. لكن التريننج البروبر تريننج يعني، انا هسه حاليا يعني احنا لو بدينا سلسله مثلا بتاع كوميونيكيشن سكيلز، حاولنا انه يعني نستقطب كل الدكاتره او كل الناس الشغالين في الهيلث سيستم انه يعرفوا هاو تو كوميونيكيت ويل مع العيان، انه هاو تو مثلا هاو تو ديل مع العيانين بانواعه، الانجري بيشنت الديماندنج بيشنت، هاو تو بريك الباد نيوز ويل. الحاجات دي انت عارفه لو مثلا انا ما درستها ما كنت عارف تو ديليفري. فعندنا مشكله بتاع التريننج بس يا دكتوره، يا ريت لو مثلا المنهج او الموديول ده يدخلوه للناس الاندر جرادويت مثلا اللي لسه ما تخرجوا، اساس انه لما يتخرجوا يقدروا يتعاملوا مع العيانين بطريقه. ونحن دي الحاجه اللي بنحاول نعملها هسه، إنه نحن نديهم كورس بتاع ميديكال إثيكس كويس، اللي هو طبعا الإثيكس مهمة جدا طبعا، لازم يكون في أخلاقيات طبعاً. منها وكورس تاني بتاع كوميونيكيشن سكيلز. نحن لو عملنا الحاجات دي بنقدر إن شاء الله الجنريشن يعني حتى الناس اللي فاتوا دول ما مشكلة، أنا متأكدة إنهم كلهم يعني بس عندهم لاك اوف تريننج، لكن إن شاء الله من الجنريشن الجاية يعني يشوفوا حاجة مختلفة يا رب العالمين. ما يكون بس يعني تمسك لك اسم دكتور واحد يجي تقول إنه يعني الناس ذاتها ما تحتاج إنها تمشي تسافر مصر ولا دكتور نسرين اي حاجه ما عشان بس اللاك اوف بس فضل. لا بس الصوت بتاعك وقف لي فتره كده معلش. تفضل. سامعني برضو؟ جاتني مكالمه برضو زي دكتور سلافه كده مسموعه. تفضل. وقفت وين؟ طيب عشان كنت بتكلم ما جاب الموبايل في الحاله دي ممكن تخليه بس في نو ديسربت في الهناي دي بتوقف المكالمه بدي جرس لك ما بوصل تمام. فإنه الكورسات هاي الناس ما درستها والتريننج الناس ما خضعوا له، فبالتالي ما بيكونوا عارفين ذاته درس
يعني such thing اسمه communicating with breaking bad news. ما عارف من حاجة اسمها medical ethics. أنا هقول لكم هقول لك بس قصة أخيرة كده بصورة. بنتكلم عن ال كان بالنسبة ل في ال يعني communication skills. إننا واحدة سافرت من السودان لحد مصر عشان جرثومة المعدة. جرثومة المعدة دي مرض يعني في ناس كتير في السودان عانوا منه. وعلاجه يعني بيعتبر الأمراض الحميدة الأمراض الممكن تتعالج لو الدكتور قدر يوصل المعلومة للعيان بطريقة كويسة. طيب الزولة دي قالوا لها إن أنت عندك جرثومة معدة والدكتورة ما شرحت لها جرثومة المعدة هي شنو بتاع قالت لها تشيل الأدوية دي وتمشي. العيانة خافت ما عرفت جرثومة المعدة هي شنو فتحت جوجل. طبعا جوجل كان كتبت لها صداع بيقول لك ورم في الراس يعني جوجل ده طبعا معروف إنه بضخم الأمور يعني مع احترامي لجوجل أنا بحبه جدا. فمشت قالت إن جرثومة المعدة بتعمل سرطان وطبعا يعني ممكن تعمل فعلا ما قلنا لا لكن بنسبة ضئيلة جدا على مدى لو ما تعالجت على مدى 80 سنة كده مثلا. فسافرت مصر افتكرت إنه عندها حاجة بري كانسرس عندها حاجة ما سرطان عندها حاجة ماشي تؤدي للسرطان طبعا مع الألم بتاع الجرثومة بتاعت المعدة وكده. فلما مشت مصر الفارق بس يعني إنه بينه وبين الدكاترة المصريين ما في أي فرق. والله يا جماعة الدكاترة السودانيين ديل يعني ممتازين جداً وشاطرين جداً وما فيهم كلام يعني حتى لما يسافروا برا بيكونوا متميزين جداً. المشكلة بس إنه ما قاعدة يعني ما بياخدوا زمنهم مع العيان يعني هسه هي لو قاعدت شرحت لها جرثومة المعدة هي شنو يعني في مصر عملت لها كده جابت له رسمت لها المعدة المعدة هي شنو بتعمل شنو والعلاج حتاخده شنو دي كله بساطة الدنيا. يعني كان دي لو الدكتور اللي هنا ده عمل الحاجة دي كانت تتفادت إنها تدفع تذاكر وتسافر لحد هناك ومصاريف بتاعت إقامة ومصاريف بتاعت مستشفى. يعني في حاجات كده ممكن الزول يتفاداها لو بس يعني إحنا هنحاول بقدر الإمكان يا جماعة نرجع ثقة المواطن السوداني في الطبيب. إحنا عندنا ثقة المواطن السوداني في الطبيب مهزوزة زيرو. بس كده أكتب أنا داير علاج كده في أي جروب وصف لي ولا واتس إيفر أي زول هيقول لك يا زول امشي مصر تعالج هنا ليه؟ أمشوا أي حتة تانية. أوكي؟ فنحن بإذن الله مع الـ communication skills هنحاول نرجع الثقة بتاعة المواطن السوداني في الطبيب السوداني. تمام؟ نعم. وفي جانب تاني طبعاً برضو اللي هو الجانب بتاع البيزنس. يعني البيزنس لو الناس هتلاقي كورس بتاع بيزنس بتعرف إنه في جانب بتاع marketing في جانب بتاع sales في جانب بتاع feasibility study إلى آخره. الطبيب ولا الصيدلاني ولا اي واحد منا حتى انا استاذ في الجامعه كلنا جزء من بيزنس والبيزنس ده عنده كونتينيوتي وعنده والله بروفيتس ولوسس والى اخره. فالزول لو عايل لنفسه انك انت والله جزء من سيرفيس ولا جزء من كوموديتي ولا حاجه الحاجه دي ممكن البيشنت ده عينت له ككاستمر الزول ده انا حافقده ما حيجيني ثاني البيزنس ما حيمشي لقدام ما في بونسز ما في زي ما نقولوا ابريزلز ولا كده برضو بيفكر مرتين قبل ما انه يتعامل مع المريض كده يعني بصوره بتخليه انه يحس انه انا محتاج الله سكن اوبينيون لو محتاج انه امشي لي انذر كنتري عشان القى الحاجه المفروض انه القاها في بلدي وفي اقرب حته لي يعني. فاي الكورسات يعني وي كان نوت انفاسايز انف في انه الكورسات بتاعت الكوميونيكيشن سكيلز مهمه قدر شنو. كله أسف الكورسات بتاعت الكوميونيكيشن سكيلز والريسيرش ميثودولوجي دي اكثر كورسات الناس بتمشي فيهم بصوره تجاريه جدا وبيجوا بعد ما يتخرجوا دار عمل دراسات عليا بيتواجهوا بانه دي الكورسات اسينشال ولا الحياه العمليه اسينشال لنجاحهم يعني. طيب في اشواق دكتور اشواق ايوه مرحبا بك دكتوره ليش يعني انا حاسه بروحي اخذت طولت عليكم لكن حقيقه أنا الديسكشن يعني فيري انترستينج واظن ما قادر يمسك روحه وما يدخل معاكم في النقاش يعني انا حقيقه يمكن عايزه اعقب على لو سمحتي طبعا دكتوره نسرين على دكتوره زناب وعلى الكلام الشيق الموجوده الان في نقطه بانه احنا في حاجات محتاجين لما نتكلم عن كوميونيكيشن سكيلز محتاجين تو انترلينك الحاجات دي كلها مع بعض. اول حاجه في حاجه لها علاقه بالكلتشر حقتنا في السودان طريقتنا في السودان والكلام شويه يعني نقول زي ما احنا لما نقارن بالدول طبعا
ايفن الزول لما يكون مبتسم كثير او كده، مرات المجتمع بينتقد الحاجه دي بدل ما يشجعها يعني. فاعتقد الكلتشر عنده تاثير، ده بجهه. طبعا اللاك اوف ايدكيشن دي مشكله ثانيه. واعتقد في نقطه ثانيه مهمه جدا فقدناها في السنين الاخيره، او انا ما بقدر اقول السنين، انا مثلا ما من الجيل القديم، لكن لما اقارن بيننا وبين اجيال ابهاتنا وكده في القطاع الصحي، اللي هي البروفيشناليزم والبيشن رايت. حقيقه يعني من البروفيشناليزم ذاته انك انت البيشن اللي بيجيك ده يمرق منك يكون عارف عنده شنو. خلينا من الباد بريكنج باد نيوز الكبيره لا قدر الله والمشاكل اللي بتخطك في ستريس، لكن احنا كثير كنا بنلاقي مريض وبيكون معاه روشته وجستي بس هيصرفه، يجي يقول لك يا دكتور انا عندي شنو. طبعا دي يعني انا كنت تعب شديد، انت قاعد مع الدكتور وكل ده وما عارف عندك شنو. طبعا مرات كوميونيكيشن وعدم اخذ التاريخ المرضي، طبعا دي نقطه مهمه جدا وذكرتني، يعني انت بتذكرينا طبعا بالمواقف اللي بتمر علينا في الشغل. فبتذكر مره بيشن جاني صيدليه، والكلام ده يمكن طول من 5 سنوات أو 6 سنوات، وكان مخلوع وكان معه واحد من الادويه المحدده اللي هو بيستخدم بشكل مين للإبيليبسي. فلما يا دكتور انا عندي شنو، انا طبعا لما لقيته مخلوع وكده عرفته بانه هو في something wrong. قلت له انت عندك شنو يا دكتور؟ المهم حاولت اخذ منه، فعرفت انه هو ديابيتيك وتقريبا عنده النيوروباثي وكميه من الحاجات زي دي، وحاولت الطف له والكلام. وفي النهايه انا لانه للاسف حتى الروشيتا ما مكتوب فيها دايجنوزز او كده ما بقدر ادي كلام قاطع، لكن حاولت اريحه بانه الدواء ده ما بس حق الابيليبسي ولكن حق حاجات ثانيه ودواء عادي جدا وكده. فدي كلها اكزامبلز بتيجي في بالي. البيشن رايتس دي واحده من المشاكل الحقيقيه اللي انا شايفاها الان. تو بي اونست كلنا بنتوضع في موضع انه احنا مرضى او احد من اهلنا مرضى. الزول جدا من تعامل القطاع الصحي الآخر، يعني زميل صيدلي، زميل طبيب، دينتست، مع أسرتك، لما زي ما أنت بتقولي خد مكانك مكان المريض. وحقيقة لما نكون إحنا في الجهة الثانية، الزول بيبدأ ينظر لروحه، لكل الكوميونيكيشن الموجودة بشكل ناقد جدا، وبيزعل وبتقول حتى بنقول أها يعني الزول لو ما كان معه زول يعني ريليتد الكوبيشن كان من الميديكال فيلد، معقولة ما يكون عارف بيكون لافي في البلد دي وكده. فيعني دي كل حاجات أعتقد انترلينك مع بعض. عايزة أختم بس بحاجة ظريفة ولطيفة كده. احنا اتحولنا من العمل الكوميونتي فارماسي، يعني زول بيبدا بيها الاول حياته، للعمل الاداري. فكان كنت انا مسؤوله من تصديق بعض الادويه وكده، فيها اجراءات شويه بيروقراطيه من تصاديق وتملى ورق وكده. فكان بيجيني المريض، فانا كنا عملت لهم زي ويتنج كده، وبيجي المريض بستلم منه الحاجه وبقول له باللفظ كده اتفضل استريح لغايه ما اعمل لك الاجراءات. والحمد لله يعني ما حصلت اي مشكله. فمره جاتني زميلتي قالت لي انت بتعملي كده ليه؟ انا تخيلت شيء غلط يعني انه انا بتعامل. قلت لها ليه في شنو انا عملت كده؟ قالت لي المرضى ده تقيماهم ومقعداهم في كراسي وكمان تفضل استريح خليه يهوديه في كده انت مقعداهم ليه؟ فده بيورينا الاتيتيود بتاع الناس يعني وكده. انا ما بلومهم لانه جزء منه في الكلتشر، وطبعا جزء منه اللاك اوف ايدكيشن، وطبعا البروفيشناليزم، كل الحاجات دي هي بارت من الكومبتنسيز المفترض تدرس في الاندرجراد قبل ما الزول اصلا يمرق للحياه. طبعا ناهيك عليه والاسترس والمشاكل اللي بيواجهها اي طبيب او اي كادر صحي المتعلقه بحياته الشخصيه وكده. ومعليش اعطيت الاطاره، لكن شكرا جزيلا لكم. شكرا لك كثير يا دكتوره عشوه، كتر خيرك يا اخي، والله مداخلتك كانت جميله جدا جدا وتكلمتي كلام رائع. وفعلا عندنا مشكله كبيره في الكوميونيكيشن سكيلز، وعندنا مشكله كبيره انه في البيشنت رايتس خلاص، يعني الميديكال ايثكس دي زي ما قلت لك عندنا معاها مشكله كبيره جدا جدا. طيب الريسبكتنج البيشنت، يعني الريسبكت والكونفيدنشاليتي والحاجات دي برضو يعني علم لازم يدرس، يعني انتوا لازم علم، يعني الميديكال ايثكس ده في حد ذاته علم. بس انتوا ما قريتوها في الجامعه يا نسرين؟ انا قريتها في الماستر، ما قريتها في قصدي بالاندر جراد، يعني تي قريتي كورس بتاع ميديسين كامله وتخرجتي واشتغلتي بيها، ما قريتي كورس بتاع ميديكال اسكس
في والconfidentiality الحاجات دي كلها ما كانت الحاجات دي ما أخذتها دي ما اتاخدت إلا في الماستر ديجري يعني في الماستر ديجري وحتى في الماستر ديجري بالمناسبة ما كل الجامعات قاعدة تدي الحاجة دي يعني لو بس إحنا الآن كمية من الجامعات دخلت في الأندرغراد لكن أنفر هي ثيوري والطالب بياخدها أقراها وأمتحنها وانتهى الموضوع على كده يعني حتى جانب براكتيس والجانب العملي والجانب أنه يمتحنوا البيشنت مع مرضى حقيقيين ويكون النجاح يعني النجاح أو عدم النجاح بناء على الكوميونيكيشن دي ما في فهي حاجة ثيوري يعني هي موجودة عشان ما نظلم الجامعات أنا بالنسبة لي من ناحية الكوميونيتي الفارماسي يعني فاكولتي أو فارماسي موجودة لكن إلى الآن ما مطبقة بالشكل الصحيح أو الشكل اللي يكسب مهارة هي فقط وسيلة الطالب يمتحن وينجح بها وخلاص طبعاً أنت شكلك صغيرون يا دكتورة شواق الحاجة اللي أنا دخلت هسه ريسنتلي نحن الكبار ديل ما قريناها ما دونا لها فشكل الحاجة فعلاً يعني في الجامعات وياريت والله ياريت لو طبق النظام بتاع إنه يمتحنوا الطبيب الأندرغراد على الكوميونيكيشن سكيلز ياريت طبعاً يعني في الكورسات تحت البوست جرادويت إسنشيال جداً إسنشيال خالص كده إنك أنت تكوميونيكيت وذ يور بيشنت لكن بس البوست جراد هو يعني زي يقولوا نخبه شويه بتاعت ناس بتمشي البوست جراد يعني تقريبا 90% من الميديكال براكتيشنز بيكونوا جي بيز مثلا مش كده جاتك مكالمه ثانيه طبق والله حاجه هاي قلت لك 90% من الميديكال براكتيشنرز الصوت كان بيقطع شويه معلش they don't know how to communicate they don't ما عندهم انت عارف المطر شكلها بدأت تصب ما عارف عندكم صبت ولا لا عشان شويه الشبكه في قطر هنا ما في مطر كله ان شاء الله ربنا يوفق دكتورة ضحى عندها مداخلة آمين السلام عليكم مساء الخير شكرا جزيلا دكتورة نسرين دكتورة أنور ومتوقع منك يا نسرين المحاضرة أكثر من رائعة حقيقي الفترة اللي فاتت مع الظروف الحاصلة والوضع الحاصل وتسمعي هنا كوفيد 19 بين الوزارة مشاكل الوزارة آخر حاجة مشاكل بتاعت الأطباء فحقيقي السيشن بتاعك حسسني انه كنت الايام اللي فاتت دي ماشيه في شارع ملان دقدقه شديده والدكه مضروبه هنا ومكعكعبه هنا في سوسي طلعتيني من الدقدقه ده وجبتيلي حاجه فيري سوفت كده فيري ديليكيت فشكرا جزيلا لك على الترانزيشن الجميل ده بالنسبه لي في واحده من البارتيسيبنت كانت عندها دخلت انه الحاجه دي صعبه وما دوبل وبتعتمد على شخصيتها زول كده هي فيها لا دور كده لكن حقيقي في lack of training يعني كمية من الناس ما تريند على الحاجات دي وأشواق قالت بياخدوها ثيوري وفعلا في ناس كمية يعني البيجة تغلبية الناس بيقروا قراية تجارية عايزين يقروا الموديول يمتحنوا فيه at least كما جابوا ايه يباصوا بعد ذلك يتخلص من الموضوع ده لكن ما بشوف أهمية الحاجات دي وزي ما قال أنور حقيقي دي من الحاجات الميجر اللي فيها جاب الكوميونيكيشن سكيلز الإيثكس والريسيرش الحاجات دي بيج جاب في كل الديسيبلينز بتاعتنا حاليا احنا شايفين الحاجات دي من الأمثلة الجميلة اللي أنا عمري ما بنساها برضو أنا خرجت once upon a time كده في دكتور حسين بنجاوي ده أنا وحنا الدكاترة عمري ما بنساها فدكتور حسين كان عنده amazing communication skills الوقت ذاك هو كان consultant medicine لكن حتى يعني لما يحول البيشنت استعينه لإصابة specialties برفضه بقول يا دكتور إحنا فقط بنمشي معاك إنت مع الحاجة بتقول علينا regardless أي حاجة تاني إحنا يا تعالجنا أنت يتموت بس ينموت بس فحتى فيه أي medicine لكن الأوكس بيجوبه البيدياتريكس بيجوبه بس ما شفت سيرجري لكن الحاجات المدرسة كلهم بيجوا بيرفضوا الريفير كلينيك بتاعته كانت في مستشفى غوفرمنتال لحد الساعة 5 أنا كنت ستيودنت بس هجي وبمشي وبتكون الريفير بتاعته شغال هاوس أوفيسرز قاعدين الميديكال قاعدين
وبيصير لكمل العياده للاخر، والعياني بيكونوا مستنيين الويتنج ليست طويله جدا. فهو الطب كل الكلام اللي انت كان بتقول فيه الوقت ده، طبعا انا ما عارفه الاي بي سيز اللي كانت اللي انت تكلمت عنها. Really he's an amazing person، ما شاء الله ربنا يوفقه محل ما كان، واكيد انا متوقع انه حيكون يوصل مراتب متقدمه جدا جدا للرئيس ان شاء الله. طيب عندي سؤال صغيرين يا نسرين، بعد الموضوع بتاع الاي بي سيز ديز دي حسيت انه شويه يعني مثلا اقصى حاجه الاي هي advanced preparation، مثلا انت need to go to the file بتاع البيشنت وتقري عنه والكونتكست و و و. طيب اذا انا في سيت اب بتاع emergency قاعده في الاي ار مثلا جيت في ستابلايز البيشنت، بعد شويه طلبتي مثلا في روتين انفستيجيشن ليتس سي واحده منهم طلعت لي مثلا اتش اي في بوزيتيف، فما بكون مثلا عندي التايم بتاع البريبريشن ده بطريقه كويسه يعني يو هاف ايميديت تو بريك ذس باد نيوز، بعديها اني محتاجه تدخلي مثلا ايميديت للسيده عشان يعني الكونتكست اللي هي برضه تايم كونسترينت. لكن انا في خضم الدايليما والحادث الكثيره والستريس والبيشنت والحوادث المكثفه والحاجات دي كلها، فهو كان يجوز الاي بي سي دي كلها بحيث ان انا ما افوت حاجه من الحاجات دي. اقصد منها بالضبط يعني هسه بالذات في الوضع الراهن مع الاعتداءات المتكرره للاطباء دي، فبقت الحاجات دي بالنسبه لي questionable can I do it or not and how is it worthy. يعني اقصد حاجه المثال بتاع الطبيب الفتح فيه بلاغ عديد بحيث انه اللي قال للبيشن عنده مريضكم ده عنده كوفيد سسبكت كوفيد 19 مين اللي فتح فيه بلاغ. فدي كلها حاجات بتخليني اوكي يعني اذا حتى الاي بي سي في راسي انا حقدر اطبق الحاجات دي كيف. It's very challenging I think. فإف كان مثلاً تايلر سيناريوز من الوضع الحقيقي challenging بتاعنا نحنا على breaking bad news specifically the COVID 19 this would be amazing. شكرا جزيلا يا نسرين. شكرا لك كثير يا دكتورة ضحى. Thank you so much للمداخلة بتاعتك. طيب بالنسبة لل emergency نحن دائما قاعدين نقول إنه لما يكون في كيس بتاعت emergency في حاجات كثيرة في الميديكال إثيكس بنتغاضى عنها شويه. يعني مثلا لو كان المريض في الانعاش محتاج انعاش وكده ويعني كده لو تمشي تاخذ منه مثلا اذن حتكون صعبه جدا. لكن مثلا في كيس بتاعت انك انت وانت بريك الباد نيوز ان كيس اوف امرجنسي، طيب انا قبلك اتكلمت عن الحته انك انت لما تكون في مرقد في مستشفى ما قاعد في عياده، يعني انا حتى ذكرت الحته دي قلت لك حتى ابسط حاجه انك انت تجر كرسي وتقعد جنب العيان، ابسط حاجه انت ممكن تعملها. يلا عيني يا ضحى في الاخر يلا الموديولز اللي بخطها لك دي طبعا موديولز يعني مفترض انه زي يمشي عليها، لكن في الاخر لازم انت كطبيبه تتمكن انك انت تتكلمي مع العيان بلغه على الاقل انه تبقى عليه سهله، حاجه يقدر يفهمها، حاجه تكون وقعها شنو سهل. يعني حتى انت كمان مشيتي بالاي بي سي دي انك حتعمل ادفانس بريبريشن لنفسك وكده وبتاع، ممكن بس تخطي الحته بتاعت شنو تكوني خدت في بالك انك انت يو ار جوينج الله كهرباء قطعت لانه مطر صبت مرحبا ويلكم تو سودان يا جماعه كهرباء قطعت مطر خير الله. طبعا احنا البر بنقول لك مطر خير وربنا ان شاء الله يتقبل من الجميع. امين يا رب امين، لكن الكهرباء بلغت لكن كويس ان شاء الله تكونوا شايفيني. طيب يلا في الحته بتاعت الامرجنسي هتحاولي تذكري الله ده الضوء بتاع اللابتوب شكرا بوجودكم. وطبعا يلا شنو تمسك الحته بتاعت الحته بتاعت الورنينج ساين اللي بتقولها للعيان يعني للاسف وعلى عكس ما كنا مأمنين وبتاع، يعني شنو ممكن شنو الاي تخليها البي تخليها تمسكي في الكوميونيكيت ويل اللي هي سي تمسكي تو كوميونيكيت ويل وتقعدي مع العيان اند تراي تو انشور البرايفسي از ماتش از يو كان. انت شنو ممكن انت براكي از ا دكتور الموديول في ذاته شنو هزول يلعب فيها زي ما بيقولوا ويوجهها على حسب الكيس اللي عنده تمام. دي في الكيس بتاعت الامرجنسي يعني شو تتغاضي مثلا من الاي تتغاضي من البي تمسك في السي. طيب بالنسبه للكوميونيكيشن الحاجه الثانيه في حته بتاعت الكوفيد 19 يلا مع احترامي with all due respect للعيان اللي قدامنا كويس والدكتور الهيبروك الباد نيوز وقاموا فتحوا فيه بلاغ، طيب انا ممكن اقول انه فعلا العيان غلطان دي ما فيها اثنين ثلاثه، لكن انت ما خدتيته في بالكم انه احتمال ولو بسيط جدا انه هي بروك النيوز ان ا باد واي لدرجه انه العيان ما شافت احفظه بلا، يعني هل بتتخيل انه هل كل المرضى ديل كلهم غلطانين؟ يس هو غلطان وما صح واي حاجه، لكن احتمال انه الدكتور ذاته
he did not break the bad news in a good way. دي الحاجة اللي أدت إنه تحصل الحتة بتاعت الغضب والأنجر والبلاغات في فهمتيني؟ فنحن يعني إحنا في الآخر يلا هنعمل دورنا إحنا we are trying to communicate well as much as we can نحاول قدر الإمكان يعني to deal with the angry patient as much as we can كويس والباقي بعد ذاك على الله زي ما بقول فإن شاء الله ممكن لقدام نعمل لنا سيناريوز يعني نقدر نحاول شنو نضبط فيها إنه how to break the bad news in different situations لكن في الآخر أنت لما تكون الموديول in your head زول بيحاول إنه شنو يطبقه as much as he can يعني إحنا في مجموعة الباحثين السودانيين ممكن نقدم لكم أي يعني tools ممكن تستخدموها إذا كان زوم ولا go to meeting ولا أي بلاتفورم ثاني يعني احنا عندنا بريميوم اكاونتس مدفوعه وما عندها ليميت وكده في اي وقت هستعمله يعني تريننج للميديكال سبيشاليست ده موضوع مهم جدا جدا ونحن نساهم بالحاجه اللي بنقدر عليها طيب في محمد الفاتح هيبه مرحبا باستاذ محمد الفاتح يا هلا ومرحبا تفضل انت عم يوسف طوال اتكلم اعمل لنفسك ام ميوت فنحن من هنا من جانبنا عاملين ام ميوت تفضل تفضل استاذ محمد انت عارف شكل المطر والناس كلهم الشبكه سيئه جدا هو من هنا يعني المايك اتفتح من عنده بس يا ريت لو حابب يتكلم طيب شكله ما سامعنا ولا ما يعني ما تكلم تمام طيب استاذ نسرين يعني احنا سعيدنا جدا جدا بالجلسه وسعيدنا بالنقاش مستوى النقاش اللي فيها الاويرنس المطلوب الجلسه مسجله هتترفع إن شاء الله في قناة الباحثين السودانيين في اليوتيوب مجموعة الباحثين السودانيين وممكن تشير لأي مكان تاني عندك أي إضافة ولا كده عشان برضو ما نحصر عليكم أنتوا كانوا بقطع عندكم شكرا لكم كثير thank you for the opportunity شكرا يعني إن أنا قدرت يعني أديتنا فرصة إن أنا يعني أدي المحاضرة دي فبشكركم جزيلا يعني كلكم والله إحنا السعيدين اللي لقينا فرصة إن نستمع لك ونتعلم منك شكرا جزيلا لك كثير شكرا لكم شكرا لكل الحضور الموجودين داخل الجلسة بتاع الزوم وشكرا للناس اللي هيحضروا المحاضرة إن شاء الله لاحقا لو في أي أسئلة موجهة لدكتور نسرين ممكن تكتبوها في الكومنتس ونحن هنشيلها كلها نوصلها لدكتور نسرين ممكن يدعمل سيشن تانية بتاعت Q&A في يعني مواصلة السيشن دي شكرا جزيلا لك يا دكتورة شكرا دكتورة ضحى ومركز دار لبناء القدرات والبحوث والاستشارات ونشكر جميع الحاضرين هنا إن شاء الله لحد نشوفكم في جلسة جاية من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين شكرا جزيلا لكم